صوتي. مساء الخير، مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا ومساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن، والقريب شيطان وجن، حاجة تهبل أو تجن، والمشاعر من إزاز، ملعون أبو الناس العزاز، اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. دي أشهر جملة كانت في رمضان موجودة. ما تعرفش الناس عندها وجيعة عميقة، كل واحد عنده مشكلة في الناس العزاز، ولا مشكلة جميلة الست اللي ضحت بمستقبلها، اللي ضحت بجمالها، اللي ضحت بشغلتها عشان جوزها اللي طلع في الآخر ما يستاهلش. دي حاجة بوجع ستات كتير. في أسباب هنناقشها أو هنعرفها، لأسباب كتيرة جدا المسلسل ده أو الحكاية دي أو حدوتة الناس العزاز خلت الناس تتابعها بشغف. صحيح إنه في بداية رمضان كان الإقلاع هادئ، يعني مسلسل حلقة ورا التانية ورا التالتة ولا الرابعة، بعد كده ما بقاش إقلاع هادئ، بقى في نجاح بسرعة الصاروخ. في حالة كاملة في رمضان كان اسمها لأعلى سعر. يا رب ما ندمش إن أنا سبت كل حاجة عشانك. بعد اللي أنت عملتيه عشاني مستحيل أغزلك أبدا. وأنا بحبك. وأنا كمان بحبك. عشان اسيب الباليه ممكن اسيبه في حاله واحده بس، عشان حد اكون بحبه اكتر من حياتي. جميله، انا اكتر واحد كنت عايزك تسيبي الباليه وتتجوزي، بس انت بجد تستاهلي واحد احسن من ده 100 مره. تيجي نقوم نرقص. وانت من امتى بتعرف ترقص؟ امال انا اتجوزتك ليه؟ عشان تعلميني الرقص. طب مش هتاكل؟ تعالي بس ناكل ايه دلوقتي. السلام عليكم. مش كنت قلتي لجوزك الاول بدل ما يعمل لك مشكله في وجودي هنا؟ اقول له ايه؟ ده لو عارف ان انت كان عندك مشكله وانا ما ساعدتكيش ساعتها فعلا كان هعمل لي مشكله. جميله قوي. تبعت بسرعه. راجل ومراته بيتكلموا، انت ايه اللي حشرك؟ راجل ومراته الاولانيه بيتكلموا فمراته الثانيه بترد عليه. ما احنا لازم ناخده بالراحه عشان تعرفي تاخدي حقك. هشام مش سهل. مش معقول بعد ما عملنا منه بني ادم نسيب له الجمل بما حمل. برا برا. انا واضحه وصريحه، واللي بحب اعمله بعمله، يعني حبيتك خدتك. معقول المصلحه تعمل في الناس كده؟ واكتر يا بنت، انت عارفه بس بتحاولي ما تصدقيش. ملعون ابو الناس العزاز، اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. انت سايب المستشفى ليه دلوقتي؟ دي بقت مستشفى، دي بقت خرابه. سابوها لكل الصيع اللي مش لاقيين شغلانه، للنصابين اللي 101 منهم. نصابين ايه؟ ما تتكلم كويس. انت تخلص خالص. هو انا ايه وانت ايه؟ مش احنا الاثنين واحد؟ مع اني زعلانه منك. انت متغير معايا الايام دي خالص. وتعاملني وحش. وانت عارف ان انت اغلى حاجه في حياتي. انت كنت عايزنا نرجع لبعض صح؟ اكيد طبعا اتمنى. بس انا ليا شرط. شرطي زي ما انت عايزه. تطلق ليلى. يا وسط بيجي البجاحه تشيلي اسمي على المستشفى اللي انا تعبت فيها وعملتها من عرق جبيني؟ ده على اساس ان انت عندك كرامه قوي ولا عندك دم؟ عادي حتى لو عملت فيك كده، ما هي جرجرتك في المحاكم وجريت تجري وراها. اجري السيرتي على لسانك. ما انتوا فعلا تستاهلوا بعض. اتفضل الغرفه دي روح لها. امشي من هنا يا ام. اوعى يا ابني انت اهو، اوعى. اياك تدخل هنا تاني، ما حدش يدخله. اطلع بره يا زباله. يا ما نفسي تيجي على سكتي بنت القديمه دي، كنت جبتها من شعرها كده ومخمطتها في الارض. ما تستغربش من اللي خان باع. دول فيهم اللي بيبيع باي سعر، وفيهم الغالي قوي اللي بيتقل لحد ما يبيع لاعلى سعر. يا
هي ليه الناس بقت ملهية على عينيها ومش شايفة الحاجة الحلوة؟ نظرة نيلي كريم في وهي لابسة لبس البالية وبتفكرك ببحيرة البجعة سوان ليك، تفتكر جميلة هي البجعة البيضة ولا البجعة السودة؟ ولا كلنا كل الناس نصهم أبيض ونصهم أسود؟ أو كلنا عندنا استعداد نبقى بجع شرير وأسود وحقود، بس اللي يقدر يتحكم في طاقة الشر اللي جواه هو ده اللي بيكون أقوى؟ أسئلة كتيرة، مع إن الحدوتة بسيطة، خلينا نكون يعني بمنتهى الصراحة، حدوتة بسيطة خالص، حدوتة أزلية بتحصل في الدراما كتير وفي الحياة كتير. زوجة جوزها بيتجوز عليها صاحبتها، حدوتة ممكن تتلخص في كلمتين أو في جملتين، إنما المسلسل وتفاصيله بشكل استثنائي جذب انتباه الناس كلها. ما بقتش حدوتة ست وست أو مكايدة ومكايدة، بقى في حالة من التعاطف ما بين الناس وكأن في فريقين. لو تقروا تعليقات الناس على السوشيال ميديا هتلاقي في حالة اندماج كامل مع الحدوتة البسيطة اللي اتكررت كتير. مش أول مسلسل يبقى عن واحدة سرقت جوز واحدة، مش أول حدوتة عن خيانة الزوج، إنما كمية التفاعل والالتحام اللي حصل مع الناس العزاز أو لأعلى سعر، الحقيقة بيقول إنه في تفاصيل في العمل ده فيها قدر كبير من الصدق والإجادة تخلي يبقى في أعلى درجات الناجحين والمتفوقين في شهر رمضان. مواهب كتيرة، يعني عايزين نقول زحمة مواهب كانت موجودة في المسلسل ده، كتابة وتمثيلا وإخراجا وإضاءة، كل حاجة كانت بأعلى سعر في مسلسل لأعلى سعر اللي هيكون معانا نجومه وأبطاله في حلقة النهاردة. خليكم معانا في حلقة فيها كتير من الناس العزاز. يا رب ما ندمش ان انا سبت كل حاجة عشانك. بعد اللي انت عملتيه عشاني مستحيل اغذلك ابدا. قصة حياة نيلي كريم، قصة حياتي اوحش من كده. ما تعملش فرقعة في الاول عشان مش هتعرف تكمل. يا خاين يا غدار يلي مش فارق معايا، هو عارف هو عايز ايه من دي او من دي. ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. الحياة عمرها ما كانت عادلة. يبقى قرر الزيارة بابا بيسلم عليك. اتغيرتي انت اللي بقيتي واحدة تانية، لو بصيتي لنفسك في المرايه مش هتعرفي نفسك. الواحد هو بيتفرج كان بيحس ان هو متغاظ. ايه المشكلة لما خدت جوزك؟ ما خدتش منك حاجة كبيرة قوي كده يعني؟ وبعدين انا مش عايزاه يطلقك ولا عايزين نعيش احنا الثلاثه مع بعض. لا انت مريضه بجد. ده الراجل جيبه تمام يبقى مش مهم يتجوز عشره. اللي خست في حلقتين. ما تصدقيش ان ده ممكن يحصل. انا كنت شايل همه الصراحه. لعون ابو الناس العزاز. اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا اندال بامتياز. مدحت العدل كاتب وشاعر معروف وموجود ومحبوب وعنده مسلسلات كتيره جدا. عامه مسلسلاته لازم يبقى فيها فكره جديده، لازم يكون فيها نمط جديد، حدوته ساعات بتكون صادمه، يعني لو نفتكر مسلسلاته او اعماله اللي قدمها لا لازم يكون فيها شيء مختلف. المره دي قرر ان هو يعمل حدوته مش مختلفه كتير، انما تفاصيل احلى بكتير من اي حدوته زيها اتحكت. قرر انه يبقى في كتير من المشاعر الصادقه موجوده على لسان ابطاله وفي ادائهم وفي تصرفاتهم وفي ردود افعاله. قرر ان هو يبين الشر في كل واحد فينا ويبين الخير اللي في المحك ممكن يستخبى ويتدارى ويخاف. كل واحد فينا في لحظه الانتقام بينسى كتير من طيبته، وكل النقط السوداء بتطلع والنقط البيضاء بتستخبى. مدحت العدل عمل حاله خاصه جدا ورائعه جدا، سواء في أغنية الناس العزاز أو في مسلسل الأعلى سعر، بمنتهى الإعجاب والمباركة والترحيب. برحب بالشاعر والمؤلف مؤلف العمل دكتور مدحت العدل. مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك يا دكتور، هايل.
الف مبروك. شكرا جزيلا. اتفضل اتفضل. زي ما انت عايز. ضحكت علينا مدحت العدل. ليه بس يا فندم؟ ابتديت مسلسل كده في الهادي وفي النهايه مسلسل عادي يعني. طيب وغلبان. واحده ست وجوزها حب عليها واحده ثانيه. بس بسيط قوي. وبعدين بعد كده انطلقنا. اصل اقول لك ليه؟ ليه؟ كتابه للتلفزيون محتاجه حرفه جدا. ما تعملش فرقعه في الاول عشان مش هتعرف تكمل. فمحتاج ان انت تاخد الناس بالراحه وتبتدي تاخد تعلى تعلى تعلى، ما تعملش مفاجاه فرقعه في الاول وبعدين ينزل المنحنى. فدي يعني طريقه معينه. لا مش انا مش بتكلم على الفرقعه. انت حاره اليهود حاجه مش استثنائيه. الداعيه مش حدوته استثنائيه. لا طول الوقت انت بتدور على حاجه مختلفه. المره دي قلت انا هبقى في العادي. هو ده هو ده يعني. ده فيلم يعني اتعمل 100 مره نصف ربيع الاخر اتعمل 2500 مره بالظبط كده. بس ربنا بقى تقول ايه. الحقيقه انه اداء الممثلين الكويس جدا خلى الناس يا اما تتعاطف معاهم يا اما تكرههم بشده. دكتور هشام واللي عمله دكتور هشام، وانا عارفه ان في ناس كتير قاعدين هنا ممكن يضربوا دكتور هشام. خليني استاذنكم بالراحه عليه. بالراحه عليه لانه هو نجم ساطع ولانه ادى اداء رائع في المسلسل ده وكان جزء كبير جدا من نجاحه. الفنان الموهوب احمد فهمي. يا خاين مبروك. اتفضل. كل البنات اللي في الاستوديو عايزين يعني وهم بيسلموا على احمد فهمي عايزين يقولوا يا خاين يا غدار يلي يلي يلي. ليه ليه بس؟ ليه؟ ليه بس؟ دي حقيقة. احنا بنتكلم عن ده. على فكرة ده هشام اللي بيتكلم. ده انت انت ده هشام اللي هو ليه بس ايه؟ لا هشام مش هيتكلم كده بالتواضع ده. لا لا بس هشام لا جواني قوي يعني. ما بيبي يعني ما بيزعقش كتير بس لا شرير جامد. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. وافقت على طول على الدور ولا خفت على ال؟ لا خالص بالعكس يعني. اول حاجه ثقتي في دكتور مدحت وماندو واستاذ جمال العدل كمنتج كمان. احنا اشتغلنا مع بعض الدعايه قبل كده. فكانت التجربه الحمد لله كانت ناجحه. ف اول ما قريت الدور وكمان عرفت ان نيلي بطله العمل اكيد تحمست اكتر وزينه اكيد. فوافقت على طول يعني. بالنسبه لي كان تشالنج يعني انه يطلع بالشكل ده والحمد لله كان نجاحه كويس مع الناس الحمد لله. مراتك بقى الاولانيه جميله راقصه باليه من الطراز الاول ويمكن دي تكون اول مره في التلفزيون يبقى في البطله راقصه باليه وترقص باليه بقى مش يعني مش يبقى تجيبوها في الكواليس. لا, لا, لا. لا ترقص باليه بجد ودي من اجمل المشاهد اللي كانت موجوده. صح. وواحد من المكاسب انه احنا اتفرجنا على نيلي كريم وهي لابسه لبس السوان. صحيح هي طلعت قبل كده مع خالد يوسف رقصه باليه بس مش زي الكلاسيكيه. الباليه اللي حصلت في المسلسل لاعلى سعر رقصه باليه استدرت عطف الستات وكمان ضايقتهم قوي. انا كنت عماله اقرا الكومنتس التعليقات اللي من الستات كلها كانت عماله تقول لها ما تنتقمي بقى اتحركي بقى. الستات كانوا عايزين ياخدوا لها بطرها من دكتور هشام. حاله كده من التفاعل اللي الناس بتنسى ان دي حدوته. يعني الناس قاعده عماله تتخانق على الكومنتات كانه الموضوع بجد. وما كانش الحاله دي هتوصل ابدا الا اذا كانت جميله هي النجمة مرة تانية اللي بمواصفات عالمية نيلي كريم. مبروك يا نيلي. الله يبارك فيك. اول سؤال عايزه اساله لكم جميعا، انتوا كنتوا متوقعين النجاح الكبير ده لاعلى سعر بصراحه؟ هي تجاوب. انا بصراحه ما اعرفش. انا عمري ما بدخل حاجه ببقى متوقعه لها اي حاجه غير ان انا كان بالنسبه لي اول مره اعمل دراما عاديه. حتى دي كانت مشكلتنا يعني مع دكتور مدحت. قلت له طب بص يعني هنعمل ايه لان انا يعني كل مره بعمل كيس حاجه. صح. المره دي يا ست عاديه جدا ما فيهاش اي ست عاديه بس هي حاجه الوحيده هي بترقص باليه يعني. دي يمكن كان اقتراح من عندي شويه. ف
فقلت طب ليه ما اعملش ان انا راقصه باليه. امال هو كان عاملها ايه دكتور مدحت العدل؟ لا يعني احنا لسه في البدايه خالص، احنا كنا بنتكلم يعني ايه الشخصيه، ابعادها ايه، بنتكلم في ايه، فدي حاجه الوحيده يعني. كانت الاول بس سوري يعني اللي نجمه تخلت عن نجوميتها في سبيل راجل. نجمه تبقى مغنيه ممثله فطبعا الاقرب ليها انها تبقى راقصه باليه. مش هتبقى مغنيه يعني يعني ما بعرفش اغني، فاقترحت حته الباليه دي. وبعد كده بقى بصراحه الدكتور مدحت صدمني يعني، اول لما قريت ان هي بتتنقب بعد كده قلت له ليه يا دكتور تعمل فيا كده ليه؟ قلت له يعني هي ناقصه؟ قلت له يعني ده انا عايزين نعمل مسلسل فيه بهجه، عايزين نعمل مسلسل درامي لطيف. قال لي لا لا مالكيش دعوه بس. فانا حته النقاب دي صدمتني دراميا وكل حاجه. ف بس هو لقى لي مبررات كتير. ليه خفتي من الحساسيه الموضوع يعني؟ لا فهمت هنا ان انا هضطر امثل. اول لما ابتديت اقرا المشاهد بقول له حرام عليكم بجد يعني. طب حاجات فيها ضحك اكتر، هي مش عايزه تخرج تخش جوه قوي اطار ان الناس تبقى مكتئبه والناس مش عارف ايه وبتاع وكده. وانا كنت مصر انها تبقى كيس عاديه زي الشبه اللي بنشوفهم، فهي فنانه وممكن تبقى تتنقب وتقلع النقاب وممكن تحب وممكن تزعل وممكن تضحك يعني. يعني مش معنى ان هي عملت ادوار مركبه قبل كده ان انا اروح قلب الناحيه الثانيه فتبقى حماده سلطان وتقول نكت يعني. الكونتراست ده ما كنتش فاهمه. فقلت لها انا عايز اقدم مسلسل طبيعي من حياه الناس، اجتماعي جدا. وطبعا يعني انا كنت متوقع انه ينجح. وانا رحت لها قلت لها ان شاء الله يوم 15 رمضان هنفطر سوا وهفكرك المسلسل ده هيعمل ايه. حصل. هو بصراحه دكتور مدحت طمني، قال لي ما تقلقيش خالص، قال لي يوم 15 رمضان ابقي كلميني. مع انه برضو انا كنت لسه بقول في المقدمه انه ايه اول وثاني وثالث يوم كان في يعني كان في زحمه وحاجات كتيره جدا، وكان لاعلى سعر ماشي بالراحه كده وبهدوء اتسرسب يعني. بعد كده انطلق انطلاقه صاروخيه يعني. البدايه ما كانتش بتقول انه هيكسر الدنيا كده. هو بس وليه انا بقول كده؟ لان الناس قوي جوه البيوت بتحب المسلسلات الاجتماعيه، وبعدين طول ما بتراهني على الستات انت كسبانه كسبانه يعني راهني على الستات هتكسبي. فانا قلت لها احنا بنقدم مسلسل للستات، والحدوته دي بتحصل كل يوم، حدوته صاحبه اللي تخطف جوز صاحبها والخيانات ده بيحصل كل يوم. طبعا ما كنتش متوقع النجاح الكبير ده يعني أوي. قلت على الاقل احنا هنبقى من المسلسلات الناجحه يعني، فاهمة الناس هتتفاعل، لكن النجاح بهذا القدر ده ربنا يعني. طيب أنا هستأذنكم قبل ما ندخل في تفاصيل المسلسل، أنا عايز أسأل كده إنسانيا واجتماعيا، لأن كل واحد في اللي قعدوا واتفرجوا على المسلسل كان له رأي في جميلة وفي هشام وفي ليلى وفي مخلوف وفي كل الناس. أنا عايزة أسأل بشكل واضح أحمد فهم، أنت مين الشخص اللي كنت متعاطف معاه ومين أحقر شخصية في المسلسل؟ مش كبني آدم طبعاً، كدور. أنا كنت متعاطف مع جميلة أكيد، وضد اللي حصل لها بكل المخلصة. مش لاقي مبررات لهشام يعني؟ لا يعني حتى المبررات الناس بتشوفها ساعات بشوفها أقراها على السوشيال ميديا لهشام إن هي ما خدتش بالها من نفسها أو هي مش عارف إيه. أنا بحس إن دي كلها مبررات واهية من وجهة نظري أنا الشخصية يعني. ان هو كان معاها في مرحلة التغيير كلها. والله يعني انت تستاهل سقفة جامدة جدا. انا مقتنع بده مليون في المية. اصل عارف ساعات الواحد لما بيمثل دور بيلاقي له مبررات كده ويتعاطف معاه. انت واضح لا يعني انا اكيد وانا بعمل الكاركتر كنت لاقي له مبررات يعني. يعني يمكن حتى المشهد اللي في حلقة 8 مشهد الألم ده، انا يعني المشهد يعني هو ده فيه فكرة هشام، هو بيفكر ازاي، هو منطقه ايه في الحوار نفسه يعني في المسلسل كله، ان هو بيلاقي لنفسه ان انت اتغيرتي، انت اللي بقيتي واحده ثانيه، لو بصيتي لنفسك في المرايه مش هتعرفي نفسك. انت كنت معايا في كل حاجه، دلوقتي انت فين؟ انا ما اتجوزتش على جميله بتاعه دلوقتي، اتجوزت على جميله بتاعه ما اتجوزتش على جميله بتاعه زمان، اتجوزت على جميله بتاعه دلوقتي. فده منطق اللي انا شغال عليه طول المسلسل، ان هو بيلاقي لنفسه مبرر ومن حقي ان انا اعمل كده. اكتر الشخصيات يعني انت كشخص كاحمد فهمي لما تشوف حد زي هشام ده يقع من نظرك تتضايق منه تخصمه في الحياه يعني؟ اقفش عليه يعني. لو انا يعني انا كنت شايف مثلا ان حتى الوحيد اللي وقف معها ابوها، بس ابوها راجل محترم برضو في النهايه. يعني انا لو مكان ابوها انا كنت ضربته مثلا، واللي يحصل لو مكان ابوها، لو مكان ابوها مخلوف يعني. لكن هو كان راجل محترم وفي النهايه ما حدش وقف معاها يعني. طيب وتشوف نموذج ليلى اللي قدمته وزينه في الحقيقه، يعني انت تشوف لو في ست زي كده تكشفها بسرعه ولا لا؟
يعني لو انا يعني انا بشوف ان هشام مش مغيب في بعض الاحيان يعني, او مش مغيب, هو برضو في حتت كده كان يعني, يمكن دكتور مدحت كمان يحط يعني تبقى معايا في الحته دي, يعني ان انا كنت بشوف هشام سمارت زياده, بمعنى ان هو انا شايف ان ده شغل ستات, فانا يعني تمام انا عارف انا عايز ايه في النهايه, حتى لو كان عارف ان ليلى بتضايق جميله في حاجات بالظبط, هو عارف هو عايز ايه وعايز يوصل من فين لفين, فمش فارق معاه كل الحوارات دي. يعني الناس بتقول ازاي ما اكتشفتش, ازاي ما شفتش, هو حتى لو اكتشف هو مش فارق معاه, هو عارف هو عايز ايه من دي او من دي. لا عجبتني يا احمد يعني, يعني تمام. طيب اكيد نيلي وصلك, لقيت ناس كده بتتكلم يعني كمان, يعني ناس مش ما لهمش اي علاقه باسره المسلسل او لهم, يقول لك لا ده دي قصه حياه نيلي كريم, ما اعرفش ليه قالوا كده. لا خالص يعني في ناس قالت ان انا نفسي ما اعرفش قصه حياه نيلي كريم. انا على فكره نيلي اشتغلت 4 سنين مع العدل جروب, انا اول مره اشتغل معاها كمؤلف, واحنا بقينا اصدقاء اصلا بعد المسلسل. يعني انا لا عمري قعدت مع نيلي ولا عمري اعرف اي حاجه عن نيلي البيرسونال, يعني محدش يعرف تفاصيل حياتي غيري يعني. يعني انا نيلي الفنانه الجميله اللي انا بحبها بذاته وبحبها بكل عملها, بس ما اعرفش اي حاجه عن حياتها الشخصيه اطلاقا على فكره. طب مين الناس قالت كده يا نيلي؟ ما اعرفش يعني, مش عارف يمكن عشان حته الباليه بس ربطوا يعني, يمكن الرابطه جت من هنا, لكن احتمال على فكره. احتمال عشان طلع راقصه باليه فربطوا بين ان نيلي راقصه الباليه وجميله. يعني احتمال كده يعني. طيب مبدئيا لازم تقولي جمله واضحه كده, واضحه انه لا دي مش قصه حياتي, انه ما اعرفش ليه عمال الموضوع يتصاعد. لا انت قلتي كلمه حلوه كمان شويه, ان دي قصه حياتك اصعب من اللي حصل. دي مش قصه حياتي خالص, دي قصه حياتي اوحش من كده. لا 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 اوعي تقولي كده يا نيلي. لا بس هي يعني هشام ده غلبان على فكره, ده ولا حاجه. شفتي غلبان جميله اللي بتقول مش ليه غلبان ليه؟ شايفه هشام غلبان ليه يا جميله؟ جنب اللي شافتهم في الواقع يعني. عايزه تقول كده. لا لا مقارنه بالحقائق يعني, او الرجاله اللي بجد, سيبك, لا انا مش بتكلم على المسلسل, انا بتكلم على المواقف اللي بتحصل في الحقيقه, في حاجات اوحش من كده بكتير بكتير. فهي مش فكره الخيانه, هي فكره المعامله وفكره الاشخاص وفكره الظروف يعني حاجات كتيرة قوي. انت لو تسمعي قصص ناس حقيقية بقى, سيبك من التمثيل, في حاجات بتبقى اللي هو ما تصدقيش ان ده ممكن يحصل بين اتنين بينهم عشرة يعني, وده راحته في الجرايد يعني. فعشان كده بقولك المسلسل ده خفيف خفيف خفيف. طب انت كنت يعني متعاطفة تماما مع جميلة ولا برضو شايفة ان هي غلطانة في حاجات؟ متعاطفه مع جميله ولا غلطانه؟ لا يعني في حاجات كنت متعاطفه, بس يعني في حاله جميله هي كان عندها هي حد انا شايفه ماشيه كده بسجيتها زي ما بيقولوا, ومش حاطه في اعتبارها ان في ناس ممكن تخطط بشكل شرير. وجهه نظر انا مش غلطانه بالاطلاق يعني, انت لما بتقدم لحد كل التضحيات وتتخلى عن طموحك المهني ونجوميتك عشان تخلق انسان من تحت وتتحدي عيلتها, العيله كلها كانت رافضه هشام وهي اللي وقفت جنبه, وانا قصدت اعمل مشاهد انا ومندو وهي حامل وسالوبيت بتدهن له العياده وجايبه له العياده على حسابها, وخدي بالك لما السمسار قال نكتبها باسم مين, هي ما فكرتش, قالت باسم الدكتور هشام. قد كده كان عندها تضحيه وقد كده, فلم تكن تتخيل ان هذه التضحيه مش بس تضحيه بيسموها ايه, ومش بس مش بديها اخوانا, هي يعني معطاءة. هي شخصية معطاءة, فمش متخيلة بأي حاجة بينها. وهو بجزء. كمان شخص هو ما خدش وقت عشان يسقط, هو قابل للسقوط. يعني أنا كان ممكن جدا أعمل 3 حلقات ليلى بتحاول تعمل معاه إغراءات وهو يصدها, لا بالعكس ده هي حطت إيدها عليه خلاص الليلة خلصت. واخد بالك دي كده سهل يعني. ما خدتش منك يعني. ما خدتش منها غلوة. ده خدتش منها غلوة على خالص. بس ده خلينا نقول إن ده مش ده ظروف المجتمع الذكوري الشرقي اللي بيبيح للراجل, هو نفسه حتى بيقول لهم أنا عملت إيه بره الدين. يعني الموضوع بقى هنا مش دين. الدين ما بيقول لك ان انت تبقى محترم, والدين بيقول لك ان انت الست اللي وقفت جنبك تقف جنبك. الدين مش بيقول لك ان انت من حقك ان انت تتخلى عن الست اللي عامله كده لانك ليك مزاج تتجوز واحده تانية. فهو هنا حتى الفهم الخاطئ للدين والفهم الذكوري للمجتمع ان الراجل من حقه يعمل حاجه والست ما تعملش اي حاجه, هو ده انت ده ادانه للمجتمع مش هشام تحديدا. هشام ابن مجتمعه
هو مولود كده، مولود في مجتمع بيقول ان الراجل من حقه يعمل كل حاجه والست مش من حقها تعمل ان الراجل من حقه يبقى ندل. بالظبط كده. يعني اصل هو الموضوع فيه نداله. والله العظيم. ويقول لك شوف الامثال اللي بنقولها، ما دام الراجل جيبه تمام يبقى مش مهم يتجوز 10، كان الست دي ما عندهاش مشاعر، ما عندهاش احاسيس، ما عندهاش. ده مجتمع، مش هشام ابن مجتمع. لا بس برضو ليلى مش سهله، يعني انت رسمت شخصيه واحده افعوانيه، عارف يعني، يعني حاجه وما بتترعش وهي بتعمل قول اي حاجه، عارفه طريقها وعارفه سكتها وما بتمثلش. وبعدين عايز اعرف مين بقى اللي شار عليك كمؤلف الرسائل الكياده اللي كانت بتبعتها الواحد هو بيتفرج، كان بيحس ان هو متغاظ يعني. يعني على فكره انا دايما بتفرج على الدراما بمسافه، بس انا كنت ببقى متغاظه جدا من ليلى دي، مكايده يعني على اصولها. اعترفي مره بالهزيمه ولو لمره واحده في حياتك. عايزه مني ايه يا زباله؟ ما قلنا بلاش قله ادب. وبعدين انت كمان زباله، ولا نسيتي نفسك؟ تحب اقول لك انت خدتي مني كم واحد كنت بحبه، ولا نسيتي تاريخك الاسود معايا؟ انا فاكراه كله وممكن اقولهم لك. نسيتي محمود وتامر وابراهيم؟ اقول لك كمان، اصل القايمه بتاعتك طويله قوي. ولا تحبي بقى بقولها لجوزك اللي فاكرك يا حرام ملاك، وفاكر النقاب اللي انت لابساه ده اللي انت مستخبيه وراه ان انت ست محترمه؟ يا بنتي روحي اتعالجي، انت واحده مريضه نفسيا. انا مريضه نفسيا، وانت كمان مريضه نفسيا، كلنا وحيد. انا هعرض عليكي عرض، فكري فيه بهدوء وردي عليا. ايه المشكله لما خدت جوزك؟ انا ما خدتش منك حاجه كبيره قوي كده يعني. وبعدين انا مش عايزاه يطلقك ولا يعني. عايزين نعيش احنا الثلاثه مع بعض، نعيش في هدوء ومن غير مشاكل. فكري في العرض ده وردي عليا، عشان اللي انت عايشه فيه ده كتير قوي عليكي بصراحه. الخير ده يكفي ناس معاكي، انت ليه انانيه كده؟ انا مش فاهمه. وبعدين انت عملتي ايه في حياتك عشان تاخدي كل فرص الدنيا وما تسيبيش حاجه لحد؟ لا ولا حد. اشمعنى انت اللي بتغلطي ومحدش بيحاسبك؟ انت واحده حقيره. بطلي قله ادب بقى واحترمي نفسك. صحيح، في حاجه كمان عايزه اقولها لك عشان نخلص بقى خالص. فاكره موضوع ابوكي بتاع الاسم لما ما سافرتيش؟ انا بقى اللي كنت مدبره الموضوع ده كله. انت زباله زباله. انت تسمح لي بالرقصه دي يا دكتور هشام؟ يا بختك يا اتش. اكيد طبعا. مراتك هتموت من الغاز. سيبك تمام. يا سلام، انت بقيت جامد قوي. طول عمري. بقول لك انا كنت بعتلك مع دكتور اعتماد تقول حالا بقى بتوصل. موضوع عشان نرجع لبعض يعني. اديك خفت. انا خفت ولا حاجه. رايك ايه طيب؟ سيبني افكر. بس عايزه اقول لك حاجه، انت ما خدتيش بالك هي ليلى بتحب جميله؟ ما حدش طبعا هتتصدموا من كلامي، بس لو تفتكري موتسارت وسالييري اللي هو كان يعني بيحبه من كتر ما بيحبه خد شخص يعني عايز يبقى هو. اقول بس للناس الجمله عشان الناس تبقى فاهمه، موتسارت كان عبقري جدا، حظه انه وقع حظ واحد تاني موسيقار عاش في نفس الفتره اللي هو سالييري، ده كان عبقري بس اقل بكتير جدا من موتزارت. فساليري ده كان بيتجنن من عبقريه موتزارت بس بيحقد عليه لان ربنا ما ادالوش نفس الموهبه، فبيحبه وبيكرهه في نفس اللحظه. ده اللي يعني فهي نفس الحاجه الليلة، لان هي مرات كتير قوي بتقول ما خلينا نكون صحاب، ويعني كان في مشهد بتاع المحكمه ده اللي انا بجد يعني فاهم، قلت لها حته قلت لها لا ده انت مريضه بجد، ما كانتش موجوده في المحكمه لان انا ما كنتش شايفاها صحوبيه، كنت شايفاها كيد، هي بتكيدها زياده يعني، هي عايزه تقول لها لا مش صحوبيه بمعنى، بس هي عايزه اللي عندي. في ناس كده تبقى عايزه البلوزه بتاعتك، عايزه مكانك، عايزه بيتك،
عايزه يعني كل حاجه بس ده مش فيها. حب يعني انا لا مش انا مختلفه معاكي مش 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 قصدي حب بس هو يعني هي يعني عايزه تقول هي شخصيه يعني. معقده يعني هي نفسها شخصيه معقده نفسيا انت طبعا مش قبل اي تعاطف مش هتحب حد هي لا انا شايف ان هي شخص الشر فيها كبير الحقد فيها كبير انا معترض على منطق نيلي ان هي بتحب جميله لا هي ما بتحبش حد خالص مش اللي زي اللي زي اللي زي ليلى اللي زي ليلى نيلي يعني ما بتحبش حد خالص عشان حتى كده انا مستغربه كانت معاملتها للبنت الصغيره شوشو لان لو الواحد شويه بيقرا شويه سايكولوجي هيفهم انه اللي زي دي بجد ما ينفعش ما تعرفش تحب حد اقول لك ليه بتحب شوشو لان هي شوشو عشان هي متخلفش عشان هي شوشو عشان هي ابوها وامها اللي حصل بينهم هو اللي حصل بين جميله وهشام بالظبط هي كانت البنت دي اللي ابوها ما بقاش موجود فجاه خلاص وحصل في خصام فهي شبه شوشو وهي صغيره منطق طيب احنا بعد الفاصل هسال ناس عن تعليقاتهم على الأدوار يعني سواء كان دور جميلة أو ليلى أو دكتور هشام أو أكتر مشهد يعني حسيتوا فيه إن أنتوا متفاعلين جدا مع المسلسل ده وعايزين يا إما تروحوا تأيدوا أو تضربوا الممثل قدامكم خلينا نرجع لكم بعد الفاصل راجل ومراته بيتكلم انت ايه اللي حشرك راجل ومراته الاولانيه بيتكلموا فمراته الثانيه بترد عليه فكره السيد دي هي منظومه غلط في ناس تقرر ان هي ترد الضرب ليه لا انا من حقي اعمل كل حاجه بصي طول ما انت بتحبي هتسامحي يوم لما انت مش هتسامحي يبقى معناها ان انت مش بتحبي ما بحبش الانتقام خالص وفي لحظه هو بيقلب الترابيزه وبيقول لها ان انت كلك غلط اول ما دخلت شتماني على طول مالك مالي جاي دلوقتي تسالني مالك ممكن اقول حاجه بما ان انا المؤلف بعد المشهد ده والحلقه قفلت لقيت كل الناس بقى ايه كل يوم بعيط بسببه كل يوم بعيط بسببه احنا مش قليلين لازم يفتكر هو كان داخل علينا ازاي ودلوقتي عامل ازاي لازم يعرف ان كلنا شركاء في النجاح ده ايوه واذا في حد ليه فضل عليه بعد ربنا يبقى انت يا جميلة مش هيعرف يقف قصادنا كلنا خصوصا ان انا اعرف دواخل وتفاصيل المستشفى وكل حاجة بس ما تنساش لطيفة الام الرؤوم مرات خاله اللي مصلحتها من مصلحته ما بتطقوش وبتخاف منه من ندلته ده انت مسيطر بقى مش وقت هزار طب والحاجات اللي مشاركنا فيها هشام بلا شراكة بلا زفت جميلة عندنا اهم من اي حاجة طبعا جاهزين للمواجهة ايوه طبعا ما تخافيش يا جميلة جاهزين مش عارفة اقول لكم ايه بجد ربنا يخليكوا ليا وما تحرمش منكم ابدا يعني نكلمه بقى دلوقتي واحنا سخنين ايوه كلمه نعم امره شوف يا ابني الحق ما يزعلش واللي انت عملته في جميله ده ما يرضيش حد حد زي مين حد زينا كلنا هو حضرتك بتعالج بالدين صح وانت يا دكتور بتصلي عشان الدين برضه ممكن حد يقول لي انا عملت ايه ضد الدين والاسلام؟ اه برضه هشام الموضوع اسمي الدكتور هشام على فكره احنا كلنا قاعدين هنا مش عشان حضرتك تدينا محاضره في الاخلاق امال عشان ايه يا ام عايشه؟ علشان نتطلق وكل واحد يروح لحاله اطلقك؟ بس انا لو طلقتك هتخسروا كل حاجه والله كويس ابتديت تفهم في المكسب والخساره انا مش هسمح باي تجاوز هدي نفسك يا جميلة يا جماعة الكلام أخد وعطا لو أختك تفضلها كده؟ طبعا واحدة معززة مكرمة قاعدة ببيت كبير وكل اللي عايزاه عندها في أحسن من كده إيه؟ في دي هداك العين الموضوع مش موضوع فلوس برضه يا دكتور هشام يعني أمال إيه يا كريم؟ أصل أنا لطيفة بتقولي إن الحياة بالنسبة لك فلوسه بس ألو؟ اه لا جاي حال جاي حال طيب بصوا يا جماعه عشان القعده دي ما تاخدش اكتر من حجمها انا مش هطلق ومين جاب سيره الطلاق احنا عايزين نحل مش عايزين نعقد طبعا احنا ما يرضناش ابغض الحليل
واهم حاجه في الموضوع مصلحه شوشو. المشهد ده بيلخص الناس العزاز، يعني جون في الاداء وفي الكتابه وفي تصور الحاله. كان عندك امل كبير ان اخواتك يقفوا جنبك، عيلتك؟ ده ايوه. انت كنت شكلك بجد يعني خذلوكي بجد. هما اندال، طلعوا اندال بامتياز. طلعوا اندال بامتياز، بس كل واحد بيتصلح واحد ورا التاني يعني. المسامح كريم برضه. انا عايز اسال الناس اللي معانا عن الشخصيات وعن اكتر المشاهد اللي ضايقتهم او حبوها في الناس العزاز. هو اكتر مشهد يعني اثر فيا قوي لما هي ضربته بالقلم، وان هو عنده طاقه ان هو بيتناقش معاها وبيقول لها انت السبب كمان رغم ان هو اللي غلطان. والموقف بتاع لما كان جاي بيتكلم ان هو اعلى منهم كلهم وان هو اللي هم اللي هيضيعوا لو طلقها، فجبروتي اللي فيه ان هو يقعد يتكلم معاهم كده بدل ما يتناقش بالراحه. بصراحه يعني انت اكتر واحد كان مضايق في المسلسل هو دكتور هشام. دكتور هشام، وان هو اساسا يعني بيبصص لليلى على اساس ان هي بتحبه. طب حبته امتى؟ يعني بتقول له بدلتك وشكلك ومش عارفه ايه، طب انت امتى حبيتها؟ بصراحه كنت متعصبه منك. هو حضرتك متجوزه؟ حضرتك متجوزه؟ لا لا، انا لسه طالبه. بس اخدتي درس يعني، اتعلمتي. اتعلمتي ايه بقى من المسلسل ده لما تتجوزي؟ اتعلمت ان انا ما ينفعش اتنازل عن حاجه انا بحبها او حاجه انا عايزاها عشان حد بحبه، ما ينفعش. اكتر كلمه كانت مستفزه طبعا في المسلسل كلها بالنسبه لكل البنات، هو انت عارف ان انت اغلى حاجه في حياتي؟ دي كانت اكتر كلمه مستفزه بالنسبه لنا. بس عايزه اسالني لي سؤال، لو شخصيه جميله في الحقيقه بالشخصيه المثاليه ديت اللي احنا اعتقد انها مش موجوده في الواقع اصلا، هل هتقبلي ان انت كنت تبقي المثاليه ديت في الحقيقه اكتر؟ لا، شخصيه جميله موجوده في الحقيقه يعني. انا اعرف ناس كتير جدا شخصيات مثاليه وما بتنتقمش ولا يعني مش في دماغها حاجه وبتسامح. الشخصيات دي موجوده على فكره. طب تقدري تسامحي هشام لو في الحقيقه هتسامحيه؟ اهلك بالنسبه لاهلك هم اهلك، وارد ان انت يعني تسامحيهم، لكن هشام كزوج في الحقيقه هتقدري تعيشي معاه تاني وتديله الامان؟ تمام يعني. سافلاج انت جميله. لا بصيلي هنا، بصيلي هنا. ايوه عايزه استوضح يعني، عايزه استوضح. انت نيلي كريم لو تعرضتي للموقف ده عندك من جواكي طاقه تسامح انك تسامحي جوزك وتغفري له وتكملي حياتك معاه؟ ايه الغريب؟ طب انا بس ممكن اقول حاجه غريبة. على فكره عايزه اقول لك انا مش غريبه، انا بتكلم على الحاجات الحقائق اللي بتحصل. اصل زي ما قلت لك اللي موجود في القصه ده خفيف، مش 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 ده الموضوع على فكره. الموضوع المعامله بتاعت الناس هي دي اللي اهم. بس المعاملة في حاجات بتتكسر صعبه قوي يعني. هقول لك ممكن السماح ممكن ما ترجعلوش، بس هتسامحوا بالظبط يعني. ممكن يبقى في سماح والناس تتغاضى عشان تبص لقدام، انما ما تقدرش بعد كده يبقى في احتضان الاسره، ما تقدرش بعد كده تبقى معاه في بيت واحد وفي حاجه كبيره اتكسرت. بصي، طول ما انت بتحبي هتسامحي، يوم لما انت مش هتسامحي يبقى معناها انك انت مش بتحبي بس. طب انا ممكن اقول جدا. حاجه بما ان انا المؤلف. بعد اذنك يعني، اولا جميله مش شخصيه مثاليه خالص. لا بالعكس، فيها حد فيها يعني جميله. لما اتيحت لها الفرصه انها تبعت صور الست باللانجري بعتتها طبعا. لما امتلكت الادوات انها تنتقم انتقمت، بدليل انها دمرت المستشفى نفسها وبعتت الفيديو الفلاشه اللي عليها الفيديو وهكذا على اساس وهكذا. وبعتت جواسيس في البيت وبعتت جواسيس لا هي بتشتغل بس يعني على هي هادي ست بس. في الاول وفي الاخر اي نعم مش على نفس قدر الشر، لكن انا ضد ان الست تبقى سلبيه. وده على فكره كان مسار اختلاف بيني وبين نيلي وانا بكتب، ان هي ما كانتش شايفه ايه ليه تنتقم، وانا كنت شايف ان هي لازم تنتقم. انا مع يعني انا شخصيا كمدحت انا ما بحبش الانتقام خالص، واخد بالك؟ وممكن اتسامح جدا جدا وانت عارفه شخصيتي يعني، لكن انت بتعملي دراما من المجتمع، ولازم تبقى الناس فاهمه ان انت لما تاخد قلم ما تديش خدك الناحيه الثانيه، خاصه ان هي دمرت حياتها وخدت بيتها وخدت جوزها وخدت بنتها، خدت كل حاجه.
فانت بعد كل ده لو ما عندكيش قدره على الانتقام دي بشخصيه سلبيه وضعيفه، مش فكره بقى الانتقام لا، انت لازم يبقى عندك رد فعل على الاقل، مش لازم تبقي زيها بس لازم يبقى عندك رد فعل، يا اما تبقى شخصيه سلبيه. بس رد الفعل ده ممكن نختلف عليه، هل رد الفعل ده يكون تجاه الماضي، تجاه جوزها والست اللي خطفت جوزها، ولا تجاه نفسها؟ يعني نفسها احيانا طبعا. الواحد هي عملت الاثنين يعني طبعا. احيانا الواحد لما من الدنيا بيتلقى زي ما بيقولوا كده لطمه او 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 ياخد صدمه او ياخد ضربه، في ناس تقرر ان هي ترد الضربه، وفي ناس تقول يعني يا رب عوضني خير، يعني انا مش عايز افكر في اللي ضربني، انا عايز افكر ازاي انا هكسب لنفسي حاجات اكتر في حته تانية. ده في الواقع لكن يعني انا عايز نقفل ماشي، بس في الدراما لو عملنا كده ما كانتش الناس شافت المسلسل اصلا. لا لا حصل بنسبه يعني الوقت اللي جميله غيرت في نفسها، عشان كده الناس قالت هي ليه اتاخر الانتقام، عشان كده بتغير في نفسها. ما هي لازم هي تقف على رجليها، ولازم في نفسها يا دكتور هشام خست. ده الناس متضايقين نيلي خست في حلقتين، قال لك ايه لا لا ده انا قعدت كتير قوي اخس واجري على المكنه كم ده ستنا بيقول لك ايه في حلقتين يعني. نيلي خسيتي اللي هو يعني وري اعرف عرفينا على الدكتور اللي خسسك. ايوه ايوه بس متضايقين. طيب انا بصراحه بالنسبه لي الام كان دورها فظيع، كان بالنسبه لي ان هي عارفه انه إن عارفه كل حاجه من الاول، وان هي شافت المسجز وعارفه ان موضوع ليلى من الاول وسكتت، وعارفه ان دي بنتها وسكتت عليها كده، فكان بالنسبه لي موضوع صادم جدا دور الام بصراحه. وكمان على الاخ اللي هي مراته كانت بتخونه ساره سلامه ومحمد حاتم، كانت يعني هي كانت شاكه وعارفه ومشيت وراها وبرده سكتت، فانا مش عارفه ازاي الدور يعني انا مش ام بس هي عيله عيله مش كويسه برضو. لا 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 بس عايزه اقول لك على مدام سلوى، هي دور اعتماد، هي عارفه كل حاجه بس بتداري على كل حاجه علشان هي مش عايزه تاذي ابنها، هي بتخايفه عليه لان هو لو عرف حاجه زي كده ما تعرفش رد فعل ابنها هيبقى عامل ازاي، فعشان كده بتداري. وبالنسبه لجميله هي قالت لها كذا مره وحد يجيب صاحبتك صاحبته البيت وخسي بدل ما انت عماله تاكلي ومش عارف ايه، هي بتقول لها كل معلومات. هي ست دي طيبه زياده عن اللزوم. لا لا هقول لك على حاجه، هي مبررات لكل الاشياء. لا لا هقول لك بس حاجه وعلى فكره سلوة. وعلى فكره الناس لما رامي عارف احنا شفنا هو عمل ايه، واخد بالك؟ فبالتالي هي كان عندها حق، دي ام ببساطه يعني، دي ام في الاول وفي الاخر جوزها سابها عشان هو بيحب المزيكا اوكي، اللي هو عم مخلوف، او هي سابته يعني، او هي سابته هو يعني عايش في الملكوت بتاعه، في الملكوت بتاعه، فهي بقت ام واب في نفس الوقت، فعندها شعور في جمود شويه، مش الام الطبيعيه الحنينه، ما عندهاش وقت للعواطف. فهي عمليه ربت اولادها، واحده بقت في الباليرينا والتاني بقى دكتور، هو ده عملته لوحدها من غير اب، فالشخصيات اللي زي دي بتبقى براجماتيه تماما، حاسبه كل حاجه، عارفه ان المصلحه كذا، دي الشخصيه المكتوبه، مش كل الام لازم تبقى كده، بس دي الشخصيه اللي ظروفها حولتها لكده. مره تانية يعني هي نيلي بتقول ان لها مبرر او لها يعني اسباب تخليها تعمل كده، بس في حد تاني ممكن يشوف ان كل اسبابها هي الوضاعه والخوف على المصلحه. طبعا يعني هي هي ام وضيعه، يعني ان هي تتعامل مع الست اللي ظلمت بنتها وجرحتها واستولت وسلبتها كل حاجه، هي ام وضيعه على فكره يعني ما انا قصدي انه بس على فكره سلوى لو كانت هنا كانت هتدافع عن دورها باستماته، وكانت هتقول لكم كلام تاني وهتقنعكم. على فكره صعبان عليكي كل الناس يا ريدي. طيب انا عايز اسال سؤال ده بس بالاصوات كده، مين بعد اللي حصل ما بين جميله وهشام يحب انه جميله ترجع لهشام؟ ممكن ترفعوا ايديكم اللي عايز جميله ترجع لهشام. ولا حد؟ شوف الرجاله اللي فوق ده، الرجاله اللي هم اللي عايزينها ترجع لهشام. في ستات برضه. طب مين يعني شايف انه ما ينفعش ابدا انها ترجع لهشام؟ ممكن اللي ايديهم واطيه يطلعوها لي عشان بس ده هشام هيسقط في الانتخابات. بس كده هشام ما دفعش اي ثمن، يعني لو جميله رجعت له يبقى هو دفع ثمن. دفع طبعا، ده يعني اتكحر خالص يعني، خلاص بهوار والمستشفى اتاخدت منه يعني، كانت اخطائه هو يعني إيه؟ يعني قصدي يعني ماشي ماشي، ما موافق، ما هو الحياه طول الوقت يعني الحياه بتاخد وبتدي، وعلى فكره
الحياة عمرها ما كانت عادلة. الحياة life is not fair. بالظبط كده. ففي الأول وفي الآخر مش كل ما نتمناه بنلاقيه. فممكن يبقى حد ظالم وتلاقيه هو اللي فأنت بتقدمي نماذج من الحياة. بتنتصري للأمل وللحق وللخير، بس مش كل الشخصيات لازم تبقى كده. خلينا قريبين شوية من الواقع، هتلاقي ان الشياطين هم اللي بيعملوا كل حاجة كويسة. وبعدين ليه الناس ما فكرتش ان هشام من الأصل بيحب جميلة؟ تعالي نتفكر بالمنطق ده، ان هو بيحب جميلة، حصل مشاكل ما بينهم، هو ادى الحق لنفسه ان هو يتجوز واحدة عليها، تمام؟ بس هو ستيل بيحب جميلة وما كانش عايز يطلقها، وقعد في صراع كبير جدا فكرة ان هو مش عايز يطلقها، وقعد يلوي دراعها بفكرة اهلها بيشتغلوا عندي وانت تخسروا كل حاجة. فده المنطق اللي هو كان شغال بيه، ان هو مش عايز، لان هو فعلا بيحب جميلة. وبعد كده لما اتخلعت منه هو حس ان الايجو بتاعه اتكسر، فغلط غلطة ايا كانت هي ايه، ان هو قرر مثلا ياخد بنتها، وموضوع ابتدى يفتح منه ويوسع منه، بس خلاص الايجو عنده اكبر من العلاقة، بس هو ستيل بيحبها وستيل بيحب جميلة. في حلقة 21 لما حصلت مشكلة بتاعت عارف ان حد دخل المكتب بتاعه وخد الفيديو وشكف وعارف ان ليلى هي اخر واحدة، راح فين بعد ما مشي من المكتب على طول؟ راح للسيف زون بتاعته، راح لجميلة، وما كانش فيه اي رابط ان هو يخليه يروح لها يعني، ولا هو مثلا كان في بينهم مكالمه تليفون ولا كان في اي حاجه. هو هي السيف زون بتاعته، هي الحته اللي هو عايز يرتاح، هو اللي بيرتاح فيها فعلا، هي اللي بيحبها بجد، وبيحاول اي لو هو راح ساعتها قال اي كلام، قال انا بقى بس بلاش نهدي اللعبه ما بيننا وبلاش يبقى في مشاكل وبتاع وكده. هي بالنسبه له الحب اللي بجد. مصدقين الكلام ده؟ يا مقتنعين انه انا عاجبني بقى قوي بقى رد فعلهم، لان انا بحب الست القويه بجد يعني. هم انا عاجبني يعني فكره السيد دي اللي احنا تربينا عليها، واخد بالك؟ هي منظومه غلط يعني. طول الوقت السيد اللي راحت زارت السيده زينب ولا الحسين وكسرت رجلها فخايفه تقول لها، المجتمع لازم يتغير. السوارس السوارس بالظبط، لازم الدنيا تتغير بجد. انا عايز بص يا منى معلش انا اسف. اتفضل. جميع الاستحقاقات المهمة اللي حصلت في آخر 5 سنين في مصر، البطلة فيها كانت الست المصرية مش الراجل. الست المصرية بتشتغل والراجل قاعد على القهوة. الست المصرية بتربي وتشتغل وتأكل وتشرب وتعمل، وفي الآخر الراجل هو اللي يركب. كل ده وبعد كده يروح بقى يروح هشام يتجوز عليها ليلى يعني بعد ده كله هشام يروح. عارف يا أستاذ أحمد فهمي، أنت كنت بتقول إن دي سيف زون وإن هو بيحبها صح. طب ممكن اقولك منطق تاني، ان هو الحقيقة هو بيحب نفسه، هو اناني، هو مش عايز يخسر حاجة وعايز كل حاجة، هو عايز الست اللي هي يضمن انه الام اللي عنده وبنته في كنف امها، ويضمن انه يلاقي اللذة والمتعة والتجديد مع الست الجديدة، يضمن انه كل حاجة في ايده. هو لو بيحب جميلة ما يجرحهاش، حب حقيقي، ما كانش يكسرها، ما كانش يهينها، ما كانش يجرجرها في المحاكم يعني. ما هو الحب مش كلام صح. فانا اللي انا اقدر اشوفه في دكتور هشام هو الانانيه، انه هو وعلى فكره ممكن يحب واحده ثالثه ويكون عايز جميله وليلى على ذمته كمان. حسيت ان هو بيحب ليلى، بيحبها، هو عايز كل حاجه، ما هي قالت كده، هو عايز كل حاجه، هو بيحب جميله بس هو ما بيحبش ليلى. هو فكره ان ليه لا، انا من حقي اعمل كل حاجه يعني، فيها هي دي الانانيه مليون في الميه، انانيه مليون في الميه. بس هو ما كانش بيحب حد تاني يعني، ما حبش ليلى. انا عايز اوريكم رد فعل فيديو على السوشيال ميديا على حلقه من الحلقات. كان انه مشهد، كان في مشهد كده له علاقه بدكتور هشام وليلى، واحده بتتفرج على المشهد. خلينا نشوفها بتعمل ايه. انا عرفت اني واحده لا ده بنت هشام العظيم. طبعا عظيم زي بنته. لا بنته دي ما فيش زيها. طب هتعمل ايه بقى اللي ما فيش زيها؟ الناس يعني محروقه موجوعه. كان في مشهد تاني برضو نزلوه على السوشيال ميديا، بنات كانوا بيتفرجوا على المسلسل في العربيه حاطين الموبايل كده، وكان اخر مشهد كنت بقول له ابقى قرر الزياره بابا بيسلم عليك، انت مش هتكرر الزياره. فليلى وهشام واقفين، فبعد المشهد ده والحلقه قفلت لقيت كل البنات بقى ايه مش عارفه بيسقفوا في العربيه وعاملين ايه يسقفوا. على فكره هشام بابا بيسلم عليك وبيقول لك يا ريت تكرر الزياره. ده
ده كان كل حلقه بيشجعوكي. انا لو جيب لك ردود الفعل على السوشيال ميديا الناس في النص الاول بقى من رمضان او لحد الحلقه 20 ما عملتش حاجه خالص. فكل الستات مستنيين ها اعملي حاجه يا جميله. فيقول لك ايه مثلا؟ كان في ناس كتير بتتكلم هو بطلي اكل بقى كفايه. أيوة. كفايه اكل. أيوة. بطلي بقى خسي بقى ارجعي بقى. واحده بتقول لك ايه انجي خطاب بتقول لك والله يا نيلي لو ما جمدتي كده وخدتي حقك وبردتي نارنا هنتجنن. ملعون ابو الناس العزاز مثلا. هي يعني غالبا الست دي عندها تجربه شخصيه. قال لك ايه واحده بتقول لم يا خالد انا مش بحب اعلق على اي حاجه بتحصل بس بجد زينه مستفزه جدا في الدور واتمنى انها تموت محروقه في اخر المسلسل. ده ابسط حاجه يعني. في واحده بتقول ايه كلنا فاكرين اصحابنا زي حنان مطاوع في مسلسل حلاوه الدنيا لكن في الاخر بيطلعوا زي زينه في مسلسل لا على سعر. يبقى عمالين يقارنوا بالصحبات ببعض. دنيا عماد قالت لك نيلي كريم في الاعلى سعر ثابت اكتر حاجه بتحبها وتخلت عنها عشان تقف جنب اللي بتحبه وتساعده لحد ما بقى دكتور كبير وحياتها كلها ليه ولبنته. في الاخر يقول لها انت مش شايفه نفسك بقيتي عامله ازاي ومش عاجباه زي رجاله ما بين قوسين يعني اي كلام كتير. رجاله بتعمل كده وما بيطمرش فيهم اي حاجه ما فكرش ان هو السبب في اللي هي فيه ده وعشانه. حقيقي محدش يستاهل ابدا انك تتخلي عن شغلك ونفسك وحلمك واي حاجه بتحبيها عشانه او حتى تيجي على نفسك عشانه لانه فعلا محدش بيقدر. ناس واخده الموضوع بجد. المدام بتسقف لوحدها على الموضوع ده. مفيش راجل يستاهل يا حبيبتي. طب بص انا لازم اقول الحقيقه. لا انا هقول لازم اقول يعني مش كاعلاميه بخبره الدنيا. لا في رجاله تستاهل وفي ستات تستاهل طبعا. يعني المهم انك في خير في الدنيا يعني. المهم انك يبقى عندك حسن قرايه للبني ادم اللي قدامك. في بجد رجاله تستاهل وفي ستات تستاهل. اهم حاجه زي ما قال الدكتور مدحت العدل انه التضحيه ما تبقاش وان واي. بالظبط. تبقى التضحيه المتبادله. عندكم احمد فهمي اهو يستاهل اكتر. بص قعدته دي. عندنا دكتور مدحت اهو. استاذ جمال العدل. استاذ جمال العدل. في بقى بوست انتشر جدا وتم تداوله كتير. كوميدي ولا لا رعب؟ لا بجد هو جد جدا. هو طويل عن المسلسل كله وعن جوز نيلي كريم اللي خانها مع صاحبتي. بس يعني الخلاصه بتقول احمد فهمي اكبر مثال للراجل الاناني اللي اتعود ياخد وبس. وللاسف الشديد اللي عودوه على كده كانت مراته اللي فضلت طول الوقت تديله من غير حساب او مقابل. واول ما استكفى داس عليها وبكل دم بارد. وده بياكد لنا ان اكتر حد بتحبه هتضحي بكل حاجه عشانه هو اول واحد هيضحي بيك. الدكتور مدحت واضح ان التمثيليه المسلسل ده داس جامد جدا على الجرح. بدليل إيه؟ الغنوه انتشرت ملعون ابو الناس العزاز. الناس كلها مقروصه. هو بصي هو تغير في قيم المجتمع عموما. يعني احنا من 20 30 سنه انتوا اتولدتوا ما كانت المجتمع ما كانش كده. احنا بنعوم فوق بحيره من الفساد والقبح. ده واقع على فكره. المسلسل ببساطه مش واحده خطفت جوز صاحبتها. احنا بنبص لنفسنا في المرايه ونحس ان احنا دلوقتي ما بقيناش زي الاول. ولا بقى فيه تآخي ولا فيه اخوه ولا فيه جدعانه. المصلحه فوق كل اعتبار. عشان كده اسم المسلسل لأعلى سعر. كلنا معرضين للبيع والشريف قوي سعره بس بيبقى عالي لكن بتباع برضه. ده اللي احنا يعني حافظ الكلام بقى يا دكتور مدحت. ملعون طبعا. طب كلها طبعا. قول الكل عاش من غيري الكل سابني ومشي حتى اللي كان من خيري لا يرجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن والقريب شيطان وجن حاجة تهبل أو تجن والمشاعر من إزاز. ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. الكل عاش من غيري الكل سابني ومشي حتى اللي كل من خيري
يخجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن والقريب شيطان وكن، حاجة تهبل أو تجن والمشاعر من إزاز. ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. وملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. أغلى غالي ما تشوفوش إلا لو محتاج إليك، يرجع يبيعك بالقروش للعدو قصاد عينيك. من خيانته فين تروح؟ قلبك أنت نزيف وروح قلبه ده مجرد جهاز. ملعون أبو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. وبقى كل الناس كبار وصغيرين عمالين إيه يلعنوا أبو الناس العزاز ليل ونهار. قول لي وأنت بتكتب الأغنية دي يعني جات لك فكرتها فين وازاي؟ عشان انا جمال عادل قال لي حاجه يعني هي دي حقيقه. انا لسه كنت بحكي لهم دلوقتي صح؟ انا كنت بحكي دلوقتي ان انا كان قصه كده قديمه يعني عن سيده جوزها توفى وكنت اعرفها يعني، فكنت نازل معاها بنعمل اجراءات الوفاه بتاعه كده، فاحنا نازلين في وسط البلد هي كست بصت على فاترينا فيها فساتين عادي، فانا تخيلت جوزها وهو بيبص عليها من فوق. فالراجل لقى بالليل بعد ما هو توفى وكده الناس رجعت كلت زي ما بيحصل، وتاني يوم مراته ماشية بتتفرج على فساتين. فكتبت قصيدة على لسان الراجل اللي توفى بتنتهي بملعون أبو الناس العزاز. يعني الأغنية دي أصلا شتيمة في واحدة. لا مش شتيمة، ما هي شتيمة في الموت. الدنيا. لا لا في الدنيا. فأنا بحكي الجمال بحكي له القصيدة أصلا، بقول له احنا كنا مع بعض في سفر كده، بقول له فاكر كنت كاتب قصيدة يا جمال فيها كذا كذا، بحكي له أنا مش فاكر القصيدة على فكرة، مش فاكر غير كلمة ملعون أبو الناس العزاز. فهو قال لي ده المسلسل بتاعنا، يعني المسلسل هو ملعون أبو الناس العزاز. لا يعني انت فكرة المسلسل جات لك من الـ من الـ من الجملة دي أو من القصيدة لا دي؟ لا لا المسلسل كان اتكتب وأنا عايز أكتب له تتر. فأنا بحكي له فقال لي ملعون ابو الناس العزاز، ده كان عايز يسمي المسلسل ملعون ابو الناس العزاز. لا كانت فقلت له او في الاخر قال لي طب الناس العزاز. المهم يعني بس الغنوه جايه من مواقف حياتيه طول الوقت احنا بنشوفها، وهي تفصيله صغيره يعني انا لا ادين الست ست زعلانه وده كلها، بس طبعا العين الشاعره بقى وال ما انا كاتب عن نفسي قصيده اللي هي شاعر ينعي نفسه وبتكلم فيها عن ان الناس بعد ما الراجل بيموت بيتكلموا هو الناعي هيتكلف كام والمش عارف ايه هيتكلف كام وبتاع، ونسوا الراجل اللي مات اصلا. الفكره دي طول الوقت شغلاني، فكره ان انت بتتخيل انك مركز الكون وان انت لما هتموت الدنيا هتقف، فالدنيا لا بتقف ولا حاجه وبتكمل، ومهما كنت عزيز عليهم الدنيا بتكمل لان دي طبيعه الحياه. بس في وفاء وفي طبعًا طبعًا يعني طبعًا في حد ممكن يقول لو له حد عزيز راح يقول هو لو كان مثلا موجود ما كانش هيرضى ان انا اعمل كذا. يعني في دليل ان احنا اهدينا الثلاث مسلسلات بتوعنا لروح الراحل سامي العدل. برافو عليك، ده هو ده. هتفضلي حابسه نفسك هنا لحد امتى؟ الناس اللي انت بتكرهيهم دول بياكلوا وبيشربوا وبيخرجوا وحياتهم ماشيه، انت الوحيده اللي حياتك مشلوله. دي حاجه مش سهله. هو مكتوب بس انا ما قريتش. الست دي ممسوسه على فكره، خدوا بالكم. هو معترف. طبعا حاربنا. حتى هي مش عارفه ترد. ما كنتش عايزه اقرب نيلي. ما انت دخلتني الاسم. انت عمرك ما سالتني انا مالي. بس اختلف معاك يا دكتور تسمح. ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. أساعدك يا حبيبي؟ زي ما انت يا حياتي.
اعتبريني الجني بتاع مصباح علاء. شبيكي لبيكي هشام ملك ايديكي. انا عشانك هكون احسن واحد في الدنيا دي كلها. وبعدين يعني بعد اللي انت عملتيه عشان مستحيل اغزلك ابدا يا جميل. طب اقول لك على حاجه؟ انا مش مصدق لحد دلوقتي ان انت بقيتي مراتي. لا صدق بجد؟ اه. هو انتوا كلكم فاكريني ايه؟ عبيط الضحك عليا؟ كلكم كدابين، كلكم كنتوا ولا حاجه ولا اللي عملتكم من مفيش. تبقى دي جزاتي؟ وانا وانت ايه يا حبيبي؟ ما احنا واحد، واللي في بطني اللي في بطني. يبقى عبد الله كان عنده حق. كل ده فيلم هندي من تأليفك انت وابوكي وشويه النصابين اللي بعتهم عشان تاخدوا كل اللي حيلتي. دخلتي معكيش ولا حاجه ودلوقتي صاحبه مستشفى. اه عشان مش هتيجي هنا تاني. ليه يا شيخ؟ مش عايز يبقى لها علاقه بالبليه. ليه كده يعني؟ والله كل اللي اعرفهم في المجال ده ما يخلونيش اخلي بنتي تطلع زيهم. اه طب حضرتك بتتكلم على اللي في البيت عندك ولا على اللي هنا؟ افهميها زي ما انت عايزه. عائشة طب خلينا نتفاهم بس. اسألي نفسك يا جميلة ولا أقولك ما اسألي شادي. ايه رأيك؟ أنا بجد اسمعيني بس، اللي انت عملتيه ده جميل يا ليلى، عمري ما هنساه. جميل ايه بس اللي بتقوله يا هشام؟ عيب كده، احنا الاتنين واحد، واحنا الاتنين في الآخر بنعمل لبننا اللي جاي في الطريق. وشه حلو من الكلام. بص يا ست، الجراح ده لازم يكون عنده ثقة في نفسه، يعني مثلا زي وزي العازف عنده ثقه في صوابه وعشان كده بيعزف. لازم يكون عنده ثقه في صوابه عشان ما نشسش يعني. بس في النهايه العازف لو نشس عادي هيحصل ايه يعني؟ الناس هتمشي. لكن الجراح بقى لو حصل مشكله كتر العمليات هتبقى مصيبه. دلوقتي احمد فهمي، انت بالنسبه لك احلى مشهد في المسلسل ده كان ايه من المشاهد اللي انت عملتها؟ احلى ولا اصعب؟ هات لي واحد حلو واحد صعب. مشهد صعب كان المشهد في حلقه 8 ده اللي بيني وبين نيلي، اللي فيه القلم. اللي فيه القلم. لان هو كان فيه يعني غير طبعا الكلام مؤثر لينا احنا الاثنين، بس يعني كان فيه مجهود كده يعني. انا كنت شايل همه الصراحه المشهد ده، يعني مشهد صعب. طب خلينا نتفرج على المشهد تاني ونكمل كلامنا معه. حتى الجاهزة ابقى وديها للهانم. ممكن نتكلم بالراحة؟ نتكلم في ايه؟ في ندالتك ولا قلة اصلك؟ جميلة لو سمحتي. لو سمحت ايه؟ طب هي وعارفين ان هي واطية، ما عندهاش مشكلة تصاحب بعشر رجالة مع بعض، واحد يجيب لها عربية وتاني شقة وتالت يصفرها، لكن حضرتك كنت مخبي ندالتك دي فين؟ عندك حق، عندك حق في كل حاجة قلتيها وبتقوليها، بس أنا كمان عندي حق في اللي عملته. أنت بقيتي واحدة أنا معرفهاش، واحدة غير اللي أنا حبيتها واتجوزتها. انت لو بصيتي لنفسك في المرايه ثانيه واحده بس مش هتعرفي نفسك اصلا. فين جميله؟ فين جميله اللي كانت بتشاركني كل لحظه في حياتي، الوحش منها قبل الحلو؟ فين جميله اللي كانت بالنسبه لي امي وصاحبتي وحبيبتي، اللي كانت بتفهم في شغلي اكتر ما انا بفهم بكتير؟ راحت فين؟ انا ما اتجوزتش على جميله اللي انا حبيتها زمان، انا اتجوزت على جميله بتاعت دلوقتي. عندك حق، عندك حق، جميله بتاعت دلوقتي ما بقتش تنفعك. بعد ما ضحت بنفسها وشغلها عشانك خبيت نفسي في البتاع ده، استسهلت. انا ليه كان مصبرني ان انا كنت بحبك وانت بتحبني؟ ما كنتش عايزه حاجه اكتر من كده. انت عمرك ما جيت سالتني مالك، عمرك ما جيت سالتني مالك فيكي ايه؟ طب مالك يا جميل؟ مالك؟ مالي؟ جاي دلوقتي اسألني مالك؟ عرفت مالي؟
دي عندك. بص يا سماء كون جابوا كاس مصر جابت جون في كاس العالم. انت متضايق ليه ده هشام؟ توتر احمد فهمي. مشهد مؤثر. مشهد مؤثر. الاداء فيه كان كان هايل. هو كان مشهد صعب بالنسبه لاحمد وبالنسبه لي انا، لان يمكن ده كان تاني مشهد كنا نعمله مع بعض. ده كان يعني صورته في الاول. كان في الاول خالص احنا ابتدينا بديكور البيت، ويعني ما عملناش غير تاني. ده تاني مشهد، ده اول مشهد مع بعض. ده تاني مشهد، تاني مشهد نعمله، ده تاني مشهد انا واحمد اساسا نمثله في المسلسل اصلا. بالظبط. وده تاني مشهد. المشهدين يعني اللي انتوا عرضتوه يعني لسه ما اشتغلناش مع بعض كتير، فبرضو انا مش عارفه احمد رياكشنه ايه، يعني هيتقبل الموضوع ازاي. ويعني وهو مشهد نفسيا صعب، المفروض يكون فيه حصل حاجات كتير. اتكلمتوا وقلتوا قد ايه القلم هيبقى قوي؟ لا قررتوا ان انتوا لا ما اتكلمناش في احنا كنا بنتكلم على المشهد ده على فكره اتعمل وان تيك، هو مره واحده وخلاص. وانا حتى ما كنتش عارفه ان في قلم بصراحه. هو جه محمد العادل المخرج جه فقال، قلت له ايه ده هضرب في قلم وكده، فقال لي فبصيت لاحمد كده قلت له احمد طب يعني طلعت لانه مكتوب على فكره تلات مكتوب ان هتضربه بالقلم. هو مكتوب بس انا ما قريتش. هو مكتوب بس انا ما قريتش. بس هي الفكره ان عشان يبقى في مصداقيه هو لازم يستفزني قوي علشان يحصل الالم بكلامه. يعني ما ينفعش احنا الاثنين بنتكلم على بعض طخ داخل عليه ضربه بالقلم بالزبط. يعني ما ينفعش. فلازم يحصل الكيمياء بتاعت الحوار نفسه بالنسبه له، هو يوصل له ان هو يستاهل يتضرب، وانا بالنسبه لي انا الكلام يشحني علشان يحصل المشهد ده. لا ما هو هو الفكره مش يعني هو في المشهد ده ما زعقش ما اهنهاش بالكلام قد ما اهنها بالمعنى. يعني هو اللي عامل كل حاجه غلط، وفي لحظه هو بيقلب الترابيزه وبيقول لها ان انت كلك غلط. يعني كمان يعني هو ده اللي يجرح، حتى هي مش عارفه ترد. يعني ساعات من كتر مش عارفه ترد بالكلام. هو صعوبته ان هو بيقول انت ليكي حق في كل اللي انت هتقوليه، هو معترف. والصعب بالنسبه لي ان هي ازاي تطلع شحنه السنين كلها في مشهد دقيقتين، مع علشان برضو الناس تصدقني ان قد كده اشحن نفسي ان في الاخر هو ده هيبقى رد فعلي. فالمشهد ده لو احنا الاثنين مش عارفين احنا في انهي تراك مش هيحصل كده. هي مش قصه ان حد يضرب حد، ولا مش هو ده الموضوع. هو الموضوع المعنى اللي قبل ده ازاي توصلي لاعلى نقطه اللي ده. فكان صعب جدا، واحنا بصراحه عملناه من اول تيك. يعني هو مندو حط كاميرتين على طول، كانت كاميرا على احمد وكاميرا عليا، فاحنا بنمثله في نفس الوقت. يعني فهي يا هتظبط يا مش هتظبط، فهي ظبطت الحمد لله. مراتك الجميله اميره فراج رد فعلها على المشهد ده خصوصا كان ازاي، وعلى المسلسل كله كان ازاي؟ هي بصت طبعا من المشهد. لا 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 والله زي الناس زي الستات دول. يعني مراتك كانت قاعده مع جميله بتشجع جميله؟ طبعا مليون في الميه. مليون في الميه. وحالي زي حال الناس اللي بره، ان مراتي تقلب عليا وحلقه المسلسل دي انا بعمل اي حاجه بس الزرع، يعني فاهم، بقص فاهم، يعني اعمل اي حاجه تانية بس ما بقاش موجود لحظه اللي بتتفرج فيها على المسلسل. لا بتقعد تصغر له من تحت. تصغر له من تحت. طب قول لي ان هي، معلش قول لي ان امير قالت لك زي ما ستات كتيره جدا قالت لجوازهم في رمضان اوعى تعمل زي ما هشام عمل، اوعى كذا. طبعا قالت لك كده. طبعا ده انا عايز يقول مامته قالت له ايه. ما في رقابه بقى في التلفزيون. بس المعنى يعني يعني انا امي بتحبني طبعا، ابنها وابنها الوحيد وكده، فطول الوقت بقى بتقعد تتفرج على المسلسلات بعملها او حاجه بعملها وبتقعد تدعي لي وخلاص. عمرها ما تفاعلت للدرجه دي يعني. فتمام، انا كل يوم بعد الفطار اكلم امي اروح لها مش عارف ايه وكده. فالمهم فقالت لي عايزاك حبيبي تعالى لي النهارده وكده. قلت لها تمام. اول ما دخلت راحت شتماني على طول. شتمتني يعني مش اللي هو حاجه بسيطه، شتمتني وانا ما بتشتمش يعني فاهمه. فانا قلت لها بس قالت لي بجد انا كل يوم بعيط بسببك، كل يوم بعيط بسببك.
ومنه لله شام، منه لله. ما انا ما ربيتكش كده، انا زميلتنا البروديوسر بتقول ان جوزها كل ما يجي المسلسل يقول لها ليه بالمسلسل الزفت ده، وقعت ان هي بتتغير بعد ما اي راجل دلوقتي تساليه اكيد بتتفرج على المسلسل فيقول لك ايه اجباري يعني اجباري بتفرج على. لا الستات تحس كده انه يعني حتى اللي مش شاكه في جوزها احتياطيا بتقول له يعني اوعى اوعى تعمل كده. وايه احلى مشهد بالنسبه لك؟ ده كان مشهد صعب. ايه مشهد تاني حلو حتى لو مش انت فيه؟ احلى مشهد بحبه، بحب مشهد ما بين جميلة وابوها. هو سيكونس على بعضه كده، الاول كانوا قاعدين في البلكونه وبيقعد يكلمها يقول لها ان مفيش حاجه وبتز في مش عارف ايه وانت خليكي واثقه في نفسك وكده، وبعد كده هم تاني يوم ماشيين على كوبري امبابا وبيغنوا مع بعض. عم مخلوف نبيل الحلفاوي كان مش عارفه كان ازاي كده. انت لو بتعرفي وجودكم هنا عامل فيا ايه؟ انا صحيح زعلان على اللي حصل، بس انت في حضني ودي حاجة اتحرمت منها طول عمري. ربنا يخليك ليا. اللي شفته لما تشوفك عيني عمري ضايع، يحسبوا زي علي علي. انت انت رايق قوي. انت عمري يا ولد اعترفي اعترفي احسن. ها هغنيلك تاني والله. خدوا مني الموتوسيكل وادوني دي. في ايه يا ماما؟ حرام عليك روحك. يعني ايه؟ يعني كفايه بقى التوهه اللي انت فيها دي. لازم تفوقي وتخرجي للحياه وللناس. هتفضلي حابسه نفسك هنا لحد امتى؟ الناس اللي انت بتكرهيهم دول بياكلوا وبيشربوا وبيخرجوا وحياتهم ماشيه، انت الوحيده اللي حياتك مشلوله. اموت واعرف انت موديني على فين بالظبط. على حسب الريح ما يودي، الريح ما يودي ويانا. والله العظيم انت رايق. مين اللي اقترح اسم نبيل الحلفاوي في المسلسل؟ اللي اقترحه ماندو، ماندو العدل. وكنا يعني متخوفين لان استاذ نبيل اجره كبير واحنا اوريدي معانا نيلي ومعانا احمد فهمي ومعانا زينه، فبقى في، فلما قلنا الاستاذ جمال الحقيقه يعني جرانتيه قال اوكي فورا يعني. فكلنا طبعا كنا فرحانين فرحه عارمه. انا بعشق الاستاذ نبيل الحلفاوي انسانيا وفنيا. انت طبعا ما تخنتيش، انت لابسوكي حاجات تبين انك تخينه، انت ما بتتخنيش صح؟ لبست حاجات لابسه بنطلونات مثلا، لابسه في هدوم فوق بعضها. هقول لك على مشهد، هقول لك على مشهد غريب جدا فيه، المشهد اللي ضربته بالقلم وتحس ان وشها تخن وهي اصلا ما حصلش فيها، يعني ده احساس داخلي عند نيلي خلانا نحس ان هي تخنت. يعني هي الست دي ممسوسه على فكره، خدوا بالكم بجد، خوف الناس مني كده. لا حقيقي انا موافقه والله. يعني بصوا نيلي قبل المشهد زي ما انتم شايفينها كده هاديه وجميله وعاديه ولطيفه وكل حاجه، نقول اكشن تحس انها لبست الشخصيه بجد. يعني حاجه هي ويعني ربنا اداها طول العمر هي واحمد زكي. احمد زكي كان كده كمان مره ومرات طول الوقت بقول عن نيلي كريم دي ان هي مواصفاتها عالميه. يعني هي الست دي يعني مش عايزين بقى نقول ان مترو جولدن ماير متعاقده معاها وكده، دي المفاجاه. طيب تفاصيل كتيره كنتوا مهتمين ان انتوا تجيبوها لانه في اخوات كتير، هي عيله كبيره وممتده، بس في حاجات وقعت منكم. هتكلم بقى على الدراما. يعني مثلا في ناس كتيره اخذت على المسلسل انه اتحكم للاب بحضانه البنت طبعا، مع انه يعني في المحكمه وفي نزاع، فكانت هي قضيه مضمونه ان الام هي اللي تاخد طب البنت. طب اشرح لك اتفضل. عشان بس الناس تبقى فاهمه ان احنا انا رحت قعدت مع قاضي جليل في محكمه الاسره وحكيت له السيتويشن بالظبط، فقال لي بص زي ما فيه قاضي متنور في قاضي راجع في تفكيره، في فدي لو انت حكيت له، لو انت رحت القاضي راجع في تفكيره ممكن يحكم للاب، لو شاف ان الجد اللي هتعيش معاه عنده قضيه حشيش
زي اللي كانت موجوده في الاول. لو شاف الصور اللي متركبه لها البتاع، لو شاف البنت بترقص وهو قاضي راجع في تفكيره، ممكن جدا يحكم للاب مش للام. انا سالت يعني مش ما سالتش. لو في اي مسلسل اي كلام ما كانش حد هيدق في تفاصيل دي عادي، عارفه اللي هو ايه مسلسل خالص، انما لانه مسلسل لمدحت العدل فالناس تقف تقول يا جماعه ما هو لو الحضانه لو اتخذت منها لازم تروح لامها مش للاب مباشره. هو لو اي حد كان عامل المسلسل ده ما كانش الناس هتقف عند ده. ما هو برضو انا موافق طبعا على ده، بس انا كمان سالت وانا كمان بعمل دراما يعني في الاول وفي الاخر الناس لازم تبقى فاهمه ان احنا ما بنعملش تسجيلي عن محكمة الاسرة، احنا بنعمل مواقف درامية انا عايز فيها البنت تروح لزينة او للدرة او لتفر عشان يبقى في دراما في الاحداث كمان يعني. فطول الوقت الناس لازم تبقى فاهمة ان انت الدراما بتتيح لك ان انت تعمل اشياء حتى لو ما تحصلش في الحقيقة، ده طول الوقت مباح لكتاب الدراما. طيب في جزئيه نيلي انت قلتيها في البدايه بس بشكل شخصي عشان ما كنتيش عايزه الدور يبقى فيه كآبه او فيه مشاهد تقيله، موضوع النقاب. بس في اسباب تانية يعني، انا كنت قلت انه فكره حساسيه انه تبقى البطله منقبه وبعد كده تقلع النقاب لسبب شخصي، دي حاجه مش سهله يعني. في ناس كتيرة ممكن تاخدها بمحمل مختلف بقى، تبعد عن السياق الدراما وتتكلم في جزء ديني، تتكلم في جزء أخلاقي، تبقى حاسة ان في اتهام، ويا ما حصلت قبل كده يعني في مسلسلات وأفلام. ما خفتيش من النقطة دي؟ ما خفتيش من الجزئية دي؟ ما حسيتيش مشهد ان انت وانت بتقلعي النقاب وقررتي يعني جميلة طبعا يعني ان هي تكمل يعني حياتها بشكل مختلف، ما خفتيش من عاصفة ممكن تحصل؟ قلقت طبعا اكيد، بس انا طول الوقت يعني كلمت مع دكتور مدحت في المشهد، بس يعني اعتقد هي المشهد بتاع يعني قلع النقاب هو جه في موقف كان نفسيا صعب قوي الحقيقه، وانا احترمته جدا يعني، المشهد معمول باحترامه وبحرفيه، وهي مش بتقلع النقاب كشكل ان هي عايزه تتخلص منه، لكن النقاب ده كان ليه معاني كتير قوي داخليه، هي عايزه ما تبقى عايزه تبان، مش عايزه تختفي تاني بعد موقف ان بنتها بتتاخد منها، فده كان المعنى بتاع قلع النقاب. وهي لبست النقاب مش بدافع ديني برضو، احنا قلنا ده، وده يختلف تماما عن شخصيه منقبه انا قدمتها في قصه حب كنت بسمع عملها. فهنا المنقبه هنا هي شخصيه جميله وليست كل المنقبات، احنا مش بنتكلم على النقاب ولا بنناقش فكرة النقاب ولا الحجاب ولا حرية الإنسان ولا في إنه يلبس ما هو عايز، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. أنا بتكلم على الشخصية الدرامية اللي اسمها جميلة، اللي لبسته في ظروف معينة وقلعته في ظروف معينة، وده موجود على فكرة في الحقيقة يعني. انتهت المحكمة إلى عدم أمانة الأم لتكون حاضنة لابنتها لارتكابها أفعالا تتنافى مع الشريعة والأعراف وتمس الشرف، ولذلك تقول حضانة الطفل عائشة هشام إلى والدها هشام فتحي عبد العزيز. كنت أحلى من سندريلا. كنت ليه ما بقيتيش ترقصي باليه؟
هو بس في حاجة وحيدة كان في المشهد اللي كنت عملته اللي هو حلقة 8 بتاع القلم ده، أنا كان في جملة مهمة كنت بقولها، أنا الحقيقة أنا فوجئت إن اتشال، معرفش إيه بقى السبب إيه، بس أنا كنت بقول لهشام ده أنا حتى كم مرة قلت لك إن أنا تعبانة وعايزة أروح لدكتور نفسي ومرضتش عشان شكلك أنت. يعني هي نفسيا، لان هي نفسيا كانت تعبانه، تعبانه مهزوزه أصلاً. مهزوزه وعندها مشاكل، فهو يعني وانا كنت مصر عن الجمله دي تكون موجوده علشان تبين للمشاهد، بس انا فوجئت هي اتشالت في المونتاج، مش عارفه بقى مين شالها الحقيقه. بس كانت انت حضرتك شلتها ليه؟ ليه بس هي لها معنى مهم زي ما انت، بس ليها معنى، بس ده اتقال بشكل او باخر ان انا استخبيت ورا ده. انا ما كنتش عايز اقرب نيلي كريم من منطقه الدكاتره النفسيين، بس لا يعني في الموقف أنا ده أنا بصي مش عشان انا السنه اللي فاتت قعدت في المستشفى 6 شهور نفسيه قبلها قعدت في المصحه، كنت عندي كاتاتونيا، كان عندي كاتاتونيا. طب انت دخلتني الاسم. لا بصي انت دخل ده، في ناس كتبت تعليق مشهد بتاعي بتاع ان انا قاعده في الزنزانه دي، قالت لي طبعا انت واخده دكتوراه، يعني انت الكلام ده ولا حاجه. يعني بصي انا حبيت بعض الاحداث، خايف عليك الراجل، خايف والله عليك. وحياة ربنا انا قلت لهم يعني بصي وانت بتشتغلي برضو انت بتبقي في دماغك، اولا ده باين هي ما انت عمرك ما سالتيني انا مالي، خلاص ده يدي المعنى ان انا عندي بس حاجه. بس اختلف معاك يا دكتور تسمح لي، حقك يا فندم اختلف طبعا. لا هي ما بيهمهاش، هي دايسه ما عندهاش ده. حتى اقول لك حاجه، مش بس راحت سجون ومصحات، ده حتى عربيه الترحيلات بتاعه الرجاله في اشتباك يعني ما فيش مكان ما راحتوش الا معايا. لا انت دلعتها معايا. بصي بقى مشاهد الباليه بقى كتبتوها ازاي، وفي ناس قالت ان انتوا هنقولوا اللي هو ابو حيره البجع زي ما بيقولوا سوان بلاك سوان، بلاك سوان اللي هو دور ناتالي بورت. لا خالص ملوش علاقه. الناس قالت عشان في الافيش في لقطه كده لنيلي كريم بنظره قريبه من ناتالي بورت من اللي اخذت جائزه اوسكار، هو الباليه كده، هي الشخصيه كده بتاعت الباليه، حاجه بيتعمل بقاله 80 سنه، هو ده الموضوع. بس يعني زي ما تجيبي مسرحيه عالميه، هي مسرحيه عالميه اسمها كده، والشخصيات كده واللبس كده وكل حاجه كده. على فكرة أنا ما كنتش منقي، هي أنا كنت منقي سندريلا على فكرة، يعني كنت الباليه الأول كنت أعمله سندريلا، وهي نيلي اللي نقت سوان ليك علشان يعني هو أي باليه وخلاص يبقى موجود عشان أقدمها كراقصة باليه يعني، واخد بالك؟ فهي لأنها متمرنة كانت بترقص سوان ليك عشان أنا كنت برقص سوان ليك، لكن سندريلا أنا ما عملتهاش، فأنا بالنسبة لي كان أسهل إن أنا أعمل حاجة بس. لأن خلي بالك ما فيش وقت تدريب أصلا، الموضوع كله خد عندي 4 أيام يعني 3 أيام، وانا ما رقصتش باليه مثلا بقالي 6 سنين، فكان صعب جدا بالنسبه لي، ف يعني عملت حاجه على الاقل حلو قوي. الناس كانت حاسه ان هي كانت لازم ترقص اكتر من كده يعني.
بجد والله طالعه جميله جدا بجد. انا بنت السفير اعرف بلطجيه، امال سبت ايه اللي بتوع امبابه وبتوع المخدرات؟ الناس بقى عندها صوتك طلع وحش لمين؟ لابوكي طبعا. لسه بنحب بعض في شهر العسل، كل اكشن فيه ضحك هيستيري. يا ريت كانت تطول عن كده، احلى ما الناس تقول خلص بقى. معقول المصلحه تعمل في الناس كده؟ واكتر يا بنت، انت عارفه بس بتحاولي ما تصدقيش. استقبال للناس دي ما كانش عادي، ناس عزاز لزاز. مرور ابو الناس العزاز. ايوه. ايه بقى العز اللي هي عايشه فيه ده؟ وانا اقول ما بقتش تسال عليا وقطعت. طبعا ما الاشكال دي بتفتكر ان انا ممكن احسدها. هو انت ايه؟ ما بتتعلميش؟ انا مش قلت لك 100 مره قبل كده مفيش حاجه اسمها مستحيل؟ ما بطلت يبقى بقى. انت عندك سناب؟ اه. طب ومامي عندك؟ اه. طب انت عارفه ان انا بحبك اكتر واحده في الدنيا؟ وانت؟ طب ايه رايك لو نعمل سناب وتقولي لي بحبك يا لولا؟ كول. عايزه افهم ايه اللي بيحصل من ورايا. ايه ناويه تخطفك مني زي ما خطفتك منها؟ يبقى مفيش فرق بيننا بقى. لا جميله مش بتاعت الحركات دي. جميله ام الحركات دي، عشان كده مش بحبك تزعل ابدا. انا بنت السفير اعرف بلطجيه، امال سبت ايه اللي بتوع امبابه وبتوع المخدرات؟ طول عمرنا انا وانت بنقاسي، وتعبت عشان تربيني وعشت من غير راجل، وانا عشت من غير اب. قطعوا قطعت سيرته. سيرته مش مهمه خالص دلوقتي، انا حافظه كل الكلام اللي بتقولي عليه. لو فتحتي قلبي هتلاقي كل شتمتك لي جواه، كل كرهك لي جواه. بشكل واضح وصريح جزء من نجاح المسلسل وتصديق الناس وتفاعلهم كان أداء زينة المتمكن في دور الست اللي بتسرق زوج صديقتها، اللي بتقدر تعمل شر كتير جدا وتغطي على الشر ده وما تتكشفش أبدا. الناس بقى عندها هسس. ولا والناس بقى عندها خلط، حاسين انه الشريره دي هي زينه، او زينه هي دي الشريره. لا المشهوره بتاعت زينه اللي اتشهرت خلاص، يعني انت ما تعرفيش انك انت اغلى حاجه في حياتي. دي كمان بقت خلاص طبعا. زينه كانت يعني زي ما بيقولوا بتقطر مكر وشر وكل حاجه. عملت دور رائع الحقيقه، رائع. يعني زينه قدمت من اجمل ادوارها الحقيقه الدور اللي عملته زينة في المسلسل. طب هل صحيح انه حصل خلافات في الكواليس ما بين زينة وما بين فريق الأهل؟ كنت بتكلم وبعمل الانترفيو، يعني احنا قبل المشاهد دي كلها كنا بنضحك دايما، لان يعني في كده فاهمة شر من الناحيتين لما بنبقى مع بعض. مثلا مشهد الحفلة واحنا قاعدين مع بعض على الترابيزة، احمد وزينة قاعدين قدامي وانا هنا، فالمفروض ندي لبعض نظرات، فقبل كل اكشن في ضحك هيستيري الاول وبعد كده نبتدي بقى نمثل. جابوا لي فيديو واحمد فهمي، انتوا كنتوا بتصوروا في منتجع على البحر. نعم في طابه. في طابه. انت كنت مروق قوي بقى. يعني كنت بتمثل وفي اوقات الفراغ بتقعد تغني. على حساب الانتاج ودافع حاجه. كلنا كنا بنغني، مخرج احنا اول حاجه كنا في المرحله الاولانيه من المسلسل. ايوه. انا وجميل لسه بنحب بعض في شهر العسل، فما كانش في ضغط، ما عندناش مشاهد اللي هو محتاجه مجهود يعني. فبس على البحر وكده هنعمل ايه؟ طب انبسط يعني، مفيش بريك، فنغني بقى. وتكون معايا وشوفي لكن بعيد عني يا غالي. طب قولي لو كنت مكاني تستنى ولا هتنساني؟ ده العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي. طب قولي لو كنت مكاني. طب في كده بس يا بنت هتنساني؟ العمر بيعدي ثواني واديني صابر على حالي. صدق واستنى وبصحبك واتمنى وبصريا كل سلمة بينا
نغير جو ايه سفر فشا وبعد كده تقوم لافف داخل الممثل بقى تحط الوش البلاستيك بتاع دكتور هشام. لا ما كانش فيه بلاستيك. لا هنا ما كانش فيه. كان لسه لاف ستوري وهاني مون وبتاع كله على حساب جمال العدل. ايوه ايوه انتاج سهل. انتاج سهل. حبيت اغنيه ناصر عزاز يا احمد؟ جدا. صح؟ جدا. يعني انا من اول مره سمعتها يعني انا انبهرت. يعني اول حاجه طبعا الكلام اللي كاتبه دكتور مدحت وعمرو مصطفى. عامل لحن حلو قوي. وشباب والغنى طبعا نوال الزغبي يعني ميا غنى عظيم فاكيد يعني حبيت الاغنيه جدا. ما تحبش تغنيها كده بطريقتك جميله بقى انا قلت لك ماليش دعوه. الكل عاش من غيري الكل سابني ومشي حتى اللي كل من خيري لا يخجل ولا يختشي الغريب لقيته حن والقريب شيطان وجن حاجة تهبل أو تجن والمشاعر من إزاز ملعونة بالناس العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. انا عندي مشكله ان انا بحب صوت نيلي كريم. اي نعم صوتها مش حلو بس انا بحبه ما اعرفش ليه. يعني يمكن انا باخدها باكج يعني نيلي باكج. انا على قد حاجات بتاعت الفوازير والحاجات دي. لا وبعدين ايه في مشاهد ليكي لطيفه كده مع عم مخلوف بتغني معاه نشاز تاني على طول تلاقي الكومنتات انت حلوه قوي يا نيلي بس ما تغنيش تاني. المهم انا واستاذ نبيل احنا الاثنين لا هو بيغني احسن مني بصراحه هو ما بينشز. انا بقى بأصر ان انا يعني اغني غلط. قال لي يعني انا بغني حلو بس بمثل. وهو لما بيقول طالع صوتك طلع وحش لمين؟ لابوكي طبعا. لا بس انا مصر انك تقولي جمله الناس العزاز دي بقى. لا 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 والنبي يعني لا لا ارجوك والله لا, لا ليه ليه لا لا بس احنا اصل هقول لك على حاجه. الجمله دي ايوه اسالك الجمله دي بقى كل الناس وهي قاعده في البيوت عارفه مع كل الناس. انا هقول قصيده ملعون ابو الناس العزاز. ده مدحت العدل ممكن يغنيها على فكره. يعني بصي لما هعمل ايوه صح يا جماعه. يلا يا دكتور يلا قول. بص عايز اقول لك على حاجه ان انا سمعت نيلي الغنوه دي وهي عيانه في المستشفى. هي طبعا تعبت مننا ووديناها مستشفى عرفت الست دي قاست معانا كتير على فكره. عرفت ان هي فضلت كذا يوم ما بتاكلش والضغط كبير جدا في الشغل. فانا خدتها خدت النيل لذيذه جدا فانا خدت الغنوه رحنا نزورها انا وجمال نلا ورد وحاجات كده يعني. فانا بقى قاعد ناس كتير جدا في الاوضه عندها فقلت لها بص انا سمعك تتر ما حصلش. قالت لي سمعني كده سمعتها التتر كل الناس انبهروا يا مفيش اي رياكشن خالص. طبيعي بتاعي. قلت لها نيلي قالت لي مين اللي كاتب الكلام ده؟ قلت لها انا حضرتك اللي كاتب الكلام ده ومين اللي هيغني وهي ايه فيت خالص حسستني ان انا عامل غنوه وحشه جدا واخده بالي رايقه هي رايقه جدا في الروقان وبتاع وكده في الاخر كل الناس قالوا لي لا ما ده نيلي لا لا يعني ده الطبيعي بتاعي ده الطبيعي بتاع اللي ما تقلقش الغنوه حلوه وقويه بقى الموضوع زي عارف زي ما يكون مثل بيجري على الالسن اي موقف يحصل دلوقتي الناس يقول لك ايه ملعون ابو الناس تحس ان هم ايه عايزين دي حقيقه دي حقيقه ده بقى هاشتاج يعني ملعون ابو الناس العزاز. معنى الاغنيه ده انت موافقه عليه يا نيلي ولا لا؟ اكيد طبعا بنسب اكيد طبعا كل واحد عنده يعني ناس عزاز لزاز. يعني اكيد كل واحد عنده بس هي بتبقى بنسب. يعني انت جواكي ممكن في لحظه تقولي المعنى ده ملعون ابو الناس العزاز
لا لا انا ما بلعنش حد، انا بلغيهم من حياتي من غير ملعن. ديليت يعني ديليت ابو الناس العزاز. ديليت ابو الناس العزاز اللزاز والعزاز اللي هم عندال بامتياز دول بعمل لهم ديليت. انا سالت احمد عن المشاهد اللي هو حاببها قوي في المسلسل، عايز اسالك عن المشاهد اللي انت حباها جدا فيها يعني. لا هم يعني حباهم ولا يعني بحب سواء ليكي او ليكي او لحد تاني يعني. بصي طبعا بحب كل مشاهدي مع استاذ نبيل الحلفاوي كلهم، لان بصراحه احنا يعني احنا مش بنمثل بقى، احنا بنلعب. كل واحد عارف وحاسس هو هيقول ايه، فبنقعد كده نشكل كده يعني في كده لذة في التمثيل. دي من الحاجات الممتعة بالنسبة لي يعني. خلاص انا عارفة عندي مشاهد مع ابويا فهنقول ايه، بس يعني المعنى ايه، وبنقعد بقى نشكل. في جزء في مدحت العدل مدي براح لتفاصيل مش مكتوبة يعني. المشهد اللي هو كان الأستاذ مدحت بيقول عليه ده اللي هو كان فعلا بيتقمص وبيفكر ان هو عشان ياخد الأغنية ما ياخدش الأغنية، وانا عماله ابص له يعني ان هو بقى يكلمني عن الحاجات اللي انا محتاجاها والحاجات دي. وبحب قوي مشهد لما هو بيتكلم عن ازاي قابل اعتماد وبيحبها قد ايه، وان يعني بحب كل الحاجات اللي هو بيمثل فيها بصراحه، بستمتع بيها لان هو كل كلمه بيقولها بيديها المعنى بتاعها قوي. بسم الله. انت لسه بتتعشى فول وطعميه؟ والله برافو. ايه الضرب اللي تحت الحزام ده؟ انا صحتك اجدع من ولادك الاثنين. على فكره البنت اللي اتجوزها رامي طلعت لطيفه قوي، بتحبه. وكريم كمان اتغير من ساعة ما راح اشتغل مع اخته. طب الحمد لله. ما ناقص الا بنتك هي اللي وجع قلبي. ايه بس؟ زي الفل اهي. يعني عاجبك انها تسيب بنتها الليلة تربيها؟ عايزها تكرر اللي حصل بينا؟ عين المقارنة ظلمة. ظلمة؟ ايوه، لكن النتيجة واحدة. الحقيقة حتى كل واخدين ادوار مش كبيرة قوي ممثلين حلو جدا. كل الـ الادوار الفرعيه مش مش الاساسيه ممثلين حلو جدا. ده اختيارات مندو، اختيارات المخرج. محمد حاتم عامل مشاهد رائعه بصراحه. محمد حاتم رامي الدكتور رامي عامل مشاهد حلوه جدا جدا يعني. هو ممثل هايل جدا. وكريم اللي هو كريم احمد مجدي محمد علاء برضو عامل جامايكي، عامل دور حلو قوي. كل الناس الحقيقه ساره سلامه الحقيقه هتتكلمي يعني. كل الناس الحقيقه عاملين ادوار، كل الناس عاملين حقيقه ادوار حلوه. وحتى لما يعني انا عندي كده الفانز على الفيسبوك فبيقعدوا ساعات بيتناقشوا هو لو كانوا جابوا مين بدل مين ما يمكن كان يبقى احلى في الدور. عارفه حاجات كده بيقعدوا بقى يقولوا اسامي وحاجات كده. فانا مره دخلت له انتوا حبيتونا بالكاست ده فده احلى كاست ممكن تحط في المسلسل يعني. انا شخصيا مش متخيله مثلا بدل استاذ نبيل الحلفاوي يجي حد تاني، مش متخيله مثلا بدل احمد حد تاني، مش متخيله بدل زينه حد تاني. مش هتبقى دي المصداقيه. ماي كساب كمان كان لها مذاق. ماي كساب بقى هي بهجه عملت كوميكس الناس. هي عملت بهجه، كانت يعني بهجه المسلسل بصراحه يعني. كل ظهور ليها تلاقي الافيه بتاعها دايما تاني يوم بيتكتب على طول. كل جمله هي بتقولها. ماي كمان بتحب تشتغل قوي على الافيهات اللي هي بتقولها يعني، التفاصيل بتحب تقول يعني. مثلا الموضوع كان في مشهد هي بتقول لي فيه بيقول الشادي خليه يعمل لي فولو على الانستجرام لحسن انا اللي عندي بنات بس. فهي يعني الفت الحته دي وقالت للمخرج، قالت له ممكن يعني احط ده، فهو محمد وافق فحطت الافيه ده. عندها افيهات لطيفه ظريفه نسائيه قوي ولايقه على فردوس. صحيح صحيح. احنا عندنا جزء من الكواليس ما بين الفنان نبيل الحلفاوي والمخرج مندو العدل. مطبخ ايه من هنا؟ Let's go.
صور لك دنا روحي وعزت نفسي ما يعني وعزت نفسي ما روان روان. هو الاستاذ نبيل حلفاوي هو جميل. طيب انا دلوقتي عندي في الجزء الاخير من الحلقه دي عايز اسال نيلي واحمد فهمي ايه النهايه اللي كانوا هم يتمنوا يخلص المسلسل عليها؟ سيبكم اللي كتبوا مدحت العدل واللي طبعا يعني مضايق الناس. ايه النهايه اللي كانت نيلي كريم نفسها المسلسل يخلص عليها؟ اللي كانت تكيفك اكتر؟ مش عارفه اقول. لا قولي اللي انت كنت تتمنيه، مالكيش دعوه باللي كتبه مدحت العدل. يعني كنت اتمنى بعد كل اللي حصل لهشام ده ان هي ان هي ما تسيبوش برضو وتورينا ان هي اجدع منك. واحمد انت كان نفسك النهايه تبقى عامله ازاي؟ يرجعوا لبعض. جدا يعني يعني انا كنت شايف ان هما بيحبوا بعض و كل واحد بيقول المبرر بتاعه وكان في يعني زي ما انت قلت كده يعني كان في ليلى في الموضوع وخرجت بره اللعبه وهما بيحبوا بعض بجد وكده يعني زيتنا في هابي اندنج. يعني النهايه سعيده بنحبه يعني فاهم بس ما حصلش منه لله اللي كان السبب. يعني ضغطنا عليه ضغطنا عليه. طب يرجعوا ضغطوا عليا ايه ده فعلا؟ انتوا قعدتوا تقولوا طب هنحاربنا طب يرجعوا. طب اسمع مني يا دكتور بجد انا عارف مشاعر الستات اكتر منهم. لا الستات انت مش فاهم الموضوع. الست بتفكر ازاي؟ لا مفيش ست الستات كلها بتفكر. اسمع مني بس. لا هي الستات كان نفسها انه هي تلاقي حب بشكل اخر، تلاقي انسان اصيل اكتر، انسان احسن من هشام ده يعوضها اللي فات. يعني ده برضو الحلم الرومانسي. ما الدنيا ما بتديش كل حاجه. كان موجود بس هي حبت هشام يعني في الاول وفي الاخر. شادي هو بيحبها. شادي صديق عزيز. صديق عزيز. مجرد صديق. الحقيقه انه انت كنت تتمني بقى انهي نهايه؟ ايوه احب انا النظره دي. لا يعني انا كنت يعني النهايه اللي كنت اتمناها لجميله ملهاش علاقه بهشام خالص. يعني كنت اتمنى انه جميله تبقى عندها احساس بالرضا والاستقلاليه وبالاكتمال بغض النظر حياتها فيها شادي او فيها هشام او ما فيهاش حد خالص. ان هي تلاقي السكينه من غير ما تكون بتدور على واحد. يعني ان هي تلاقي القوة والسكينة والنجاح ده، ولو جه واحد يعني يمشي في المنظومة دي اهلا وسهلا، ما جاش يبقى برضو عندها كل المقاومات دي. ده كان يعني امنياتي. ما هو بقى مدحت العدل عايزنا بقى مش عارفين. مدحت العدل عايزنا متلخبطين. لأعلى سعر مسلسل لو جيت ان انت تصنفه هتقول ان هو من انجح مسلسلات رمضان. وده تصنيف عادي بالنسبة للثلاث نجوم اللي معي. عادي جدا ان مدحت العدل يعمل عمل ناجح، عادي جدا ان نيلي كريم تعمل عمل ناجح، عادي جدا ان احمد فهمي يعمل عمل ناجح وجميل. ده شيء انتم متعودين عليه ما شاء الله. ممكن نوصفه ونقول ان هو حدوتة عادية عن الزواج والخيانة والقهر الست والراجل، عادي جدا. بس الحقيقة بالرغم من الاعتيادية في الشكل المسلسل ده إلا أنه استقبال للناس لي ما كانش عادي. الناس تفاعلت معاه بشكل كبير جدا، بشكل وصل لحد الاندماج، وصل لحد التماهي وتصور أن هم بينصروا ده وضد ده مع ده. كان فيه اهتمام كبير جدا، وده أحلى من أي نجاح. أن تحس أن المسلسل دخل البيوت والناس عمالة تقسم الأدوار وتقول فلان يعمل ايه او ما يعملش ايه. ده انجاز في الدراما في حد ذاته، مش مجرد نجاح لمشاهده وريتنج، انما كمان نجاح انه يتغلغل وسط الناس ويخلينا نتكلم وكل واحده او كل واحد يسالوا نفسهم لو كنت مكان البطل او البطله هعمل ايه. اغنيه الناس العزاز واضح ان هي دقت على وتر مهم جدا في قلوب اللي بيتفرجوا واللي بيسمعوا.
كل واحد بيغنيها بتنويعة تناسبه، اللي بيفتكر صديق، اللي بيفتكر قريب، اللي بيفتكر زوج، بيحس انه في وقت من الاوقات انجرح من شخص كان قريب جدا منه. عشان كده تلاقي صغيرين وكبار بيغنوا بيقولوا ملعون ابو الناس العزاز. هي انه ببارك لكم وسعيده بنجاحكم، سعيده جدا بنجاحكم، سعيده جدا بنجاحكم، كل الناس سعيده بيها. والحلقه دي مش هتكمل من غير ما هتبقى معانا نوال الزغبي بتغني الناس العزاز ان شاء الله. نيلي كريم، احمد فهمي، مدحت العدلي، كل الكرو اللي كان موجود في اعلى سعر، كل التحيه والمحبه والاحساس من كتير بالغيره من نجاحكم لان انتوا تستاهلوا. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخكل ولا يختشي. الغريب لقيته حن، والقريب شيطان وجن، حاجة تهبل أو تجن، والمشاعر من إزاز. ملعون أبو الناس العزاز، اللي لما احتجنا ليهم طلع أنزل بامتياز.